قبل اي حاجه اسمحوا لنا ان احنا يعني قبل ما نقول حتى صباح الخير لازم نسقف للي حصل امبارح، لان امبارح بجد والله العظيم لو اقول لحضراتكم طبعا هنقول صباح النصر كالعاده، ناس كلها ما كانت مستنيه ده، صباح احلى نصر مش صباح النصر عادي، بس بجد اللي حصل امبارح ده حاجه مش فكره بس فوز، والله العظيم الواحد امبارح تحس روحك اتردت، كيانك كده رجع مره تانية يبقى زي ما احنا نعرفه. المشهد امبارح لو وصفه لحضراتكم، وانا طبعا كنت موجوده امبارح يعني وده من حسن حظي وكنت قاعده وهحكي لكم كل حاجه، بس قبل لما نتكلم في التفاصيل، صباح احلى نصر على احلى جماهير واحلى فريق واحلى مدير فني واحلى مركز مجلس اداره واحلى مذيعين واحلى برنامج واحلى كل حاجه، بصراحه الواحد نايم مبسوط وصاحي مبسوط جدا، صباح الفل على كل الناس، وهنتكلم في كل حاجه، بس بجد بجد يعني شكرا ان احنا امبارح نمنا مبسوطين، وشكرا ان احنا زي ما بيتقال كده الامل عاد ليك مره تانية بعد مش هقول كبوه بس بعد فتره كانت صعبه، كان عندنا فتره صعبه جدا الفتره اللي فاتت، موسم كان تقيل جدا الموسم اللي فات، بس احنا كلنا كنا واثقين ان احنا هنعود مره تانية. عايزين برضو قبل ما نخش وقبل ما نتكلم في تفاصيل الفرحه وكل حاجه بس نقول حاجه مهمه جدا، احنا لسه بدري قوي، يعني احنا بنفرح جدا دلوقتي بس احنا لسه المشوار اكيد طويل. صباح الفل والنصر يا كريم عليكي، وسيبينا نفرح بقى، سيبينا نفرح بقى، بلاش بقى التوجه الاهلاوي الكلاسيكي ونقلب الصفحه، نخلي صفحه يومين بس ماشي. يعني أيوة صح. هم يومين بس يا حضرات نحتفل بيهم، لان اللي حصل ده شيء رائع. امبارح طبعا يعني الحقيقه كل البيوت الاهلاويه كان فيها فرح كبير منصوب، حاله من السعاده، حاله من الثقه اللي تجددت مره تانية. كل التفاصيل اللي كنا بنتكلم عن غيابها في وقت من الاوقات كانت حاضره امبارح، ومش مجرد حاضره، حاضره بمنتهى القوه، فبالتالي نتج عنها السيمفونيه الموسيقيه الرائعه اللي كلنا استمتعنا وسعدنا بيها، وخصوصا في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان شوط يدرس الحقيقه على كل المستويات وعلى كل الاصعده، الماتش بشكل عام والشوط الثاني بصفه خاصه مليان لقطات تستحق التوقف عندها، مليان لمحات تستحق التامل. احنا طبعا اكيد بنتوجه بكل التهاني لكل الاهلاويه في كل مكان. اولا صباح الفل على كل حضراتكم، واهلا بيكم في بدايه حلقتنا النهارده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا هتكون الحلقه مليانه تفاصيل عن لقاء الامس، بالمناسبه ساعتنا الثانيه في حلقتنا النهارده هيكون فيها اكتر من فقره حواريه، طبعا هينورنا في الفقره الاولى استاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي، واكيد هنتكلم معاه عن ماتش امبارح. ثاني فقراتنا هينورنا من خلالها كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي السابق لكره اليد، واخيرا وليس اخيرا هتكون عندنا فقره طبيه مسجله، وبرضه هنتكلم فيها عن موضوع يهم كثير من حضراتكم. بما ان انت كنت امبارح موجوده بقى، لان الكلام بصي بقى انت طبعا ست اللي عارفين اكيد الفرجه في التلفزيون ليها بهجتها وليها لطافتها وقاعده باريحيه وشايفه زوايا مختلفه الى اخره، ولكن لا يعلى عن الوجود في الاستاد. احكي لي قصه ثانيه مبدئيا. الاستاد طبعا قصه ثانيه يا كريم، انت بتبقى قاعد والناس جنب بعض، احنا كنا قاعدين كلنا جنب بعض، طبعا كان في اسماء كتيره جدا، كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو وكابتن وليد مبروك ومن مجلس الاداره الوزير عمرو فاروق والاستاذ طارق قنديل وخالد مرتجي وسراج وجرحي، كان كل الناس كانت موجوده امبارح، مش عايزه انسى حد، وطبعا زميلنا العزيز شريف فؤاد واستاذ جمال جبر، بص كلنا كنا قاعدين عيله واحده. استني بقى هغنيكي في الحته دي بس عن الكلام في الحته دي، وبعد كده هنرجع نسمعك. شوفي معانا الصوره دي. ايوه الله. الصوره دي كانت بعد يا كريم بعد المباراه بعد الفوز الحمد لله، وجت تلقائيه، احنا كلنا لقينا بنهني بعض، فجاه جرحي قام طلع، هو جرحي معروف طبعا يعني سياده النائب محمد الجرحي معروف بالسيلفيز بتاعته في الماتشات، كان سيلفي جميل جدا، وكل الناس اتجمعت كده من غير فيها من غير ترتيب، بس بجد الروح امبارح كانت حلوه جدا، المدرجات كلها كانت يعني انت مش فاهم التشجيع كان عامل ازاي. التشجيع كان عامل ازاي؟ لا يبقى نشوف بقى المستند الثاني اللي حاضر معانا. معلش برضه انا ما اعرفهاش، ناخد فكره مع بعضينا. ده هنا طبعا كابتن وليد وطبعا عضو مجلس اداره مي عاطف، شخصيه جميله جدا، انا امبارح اتعرفت عليها اكتر. يعني بصوا من الاخر امبارح كنا بجد كلنا بنحتفل بشكل كان حد من ولادنا كسب حاجه، بجد والله العظيم حاجه كانت امبارح حلوه، روح جميله، الناس كلها بص ما فيش حد كان ما بيتنططش في طبعاً المدرجات طبعاً، الناس كلها كانت طبعاً مبسوطه، مشهد جميل. بس هنرجع نقول تاني، انا مش بقول لك ما نفرحش، بس لسه كريم انا خايفه يتكرر تاني موسم فات، انا عايزه كده احنا ماشيين حلوه قوي، ربنا يكملها على كده، التركيز اللي شفناه في الملعب
الملعب اكثر من رائع، الاداء اكثر من رائع. كهربا ولا اروع، كهربا ولا اروع يا جماعه. كهربا بيعود وبيقول للناس كلها انا اهو، عارف انت دايما يا كريم انا بحب، ودي كلمتي يعني الى حد ما، يقول لك الرد على الارض. انا بحب جدا الرد على الارض، اللي عايز يقول حاجه يقولها يا جماعه، اللي عايز يقعد يرغي وسوري يهري يعمل، ده مش مشكله خالص، بس الرد دايما على الارض. كهربا ناس كتيره جدا جدا كانت مش متوقعه ابدا، ما كانتش بتتمنى ليه كمان بالمناسبه ان هو يكون متالق بعد عودته وبعد فتره الغياب، ومش مشكله فتره الغياب كان سببها ايه، بس فكره ان هو يعود يا كريم بالروح دي بالجداره دي بالاداء ده، شابوه شابوه كهربا. محمود كهربا اكثر من رائع. عوده محمد شريف مره كمان للتالق اللي احنا نعرفه عليه، ده مكسب كبير جدا. ناس كتيره كانت برضو تقول لك محمد شريف مش زي الاول. كل اللعيبه بتوعنا امبارح يا كريم، حتى لو كان الشوط الاول مش اللي هو، بس كل اللعيبه قدرت ان هي تخرج من المباراه دي بترد على كل حد كان بيشكك في فريق النادي الاهلي. خلي بالك الشوط الاول كان مش اللي هو من الناحيتين للامانه، كان في تحفظ متبادل طبعا، وده كان الى حد كبير متوقع ومنطقي انه يحصل. لكن مع بدايه الشوط الثاني اوه، حضراتكم بقى تابعتوا بقى وشفتوا الدنيا كانت عامله ازاي. فكره ان محمد شريف من لمسه واحده بيسجل هدفين، وحته لمسه واحده دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كام مره، مليون مره، في حته ان في فرص مهدره كتير نتيجه التاتش الاخير. لا، التاتش الاخير امبارح لساعات محمد شريف كانت حاجه عبقريه. حمدي فتحي لازم يتوقف، لازم يتوقف عنده ونتكلم عنه في حلقتنا النهارده. الحقيقه امبارح شفنا اداء اكتر من رائع، وبالمناسبه كلمه الاداء الرائع دي تنطبق على كل لعيب امبارح. الكل كان بيلعب بقلب وبقتال وبروح قتاليه وبحميه وبشغف وبكل حاجه حلوه نتجت عنها السيمفونيه اللي تبعناها. دي حاجه اكيده اعتقد كمان، يعني انت خرجت بمكاسب كتير. انا مش عايزه انا وكريم نحرق كل حاجه في اول يعني او الانترو بتاعنا، عندنا تفاصيل هنتكلم عن كواليس، هنتكلم عن فنيات، هنتكلم عن حاجات كمان يمكن ما ظهرتش امبارح على الشاشه لحضراتكم، بس عندنا معلومات بيها، فكل ده نتناقش فيه. لكن بجد امبارح انا عايزه اقول احنا خرجنا بمكاسب كتيره جدا. عندك مدير فني اكثر من رائع امبارح بجد، كولر يعني عمل اداء محترم جدا جدا جدا، اعتماده كمان على حمدي فتحي. الناس يعني زي ما بتقال كده كان التركيز مع قفشه، جاء حمدي فتحي اخذ المركز بتاع قفشه، او يعني اخذ الجيم من قفشه الى حد ما. فانت عندك تحركات حصلت غير متوقعه في الشوط الثاني تحديدا، حتى لو انت بتتكلم التبديلات كانت يعني متاخره، بس كل اللعب كان اكثر من رائع. اعتمادك على السكواد الاساسي برده كان اكثر من رائع. الشناوي كمان كان ممتاز بصراحه. بص كل حاجه امبارح كانت حلوه، الجماهير كانت احلى حاجه يمكن كمان في المشهد امبارح. فالف مبروك علينا ونكمل بقى على كده. مهم قوي كريم ان انت تكمل على كده، لان النجاح اكيد زي ما احنا بنقول سهل الوصول ليه، لكن ان انت تحافظ على هذا النجاح هو ده، او هي دي النقطه. فنستمر بس بده، لان احنا ما عندناش برده، حتى لو احنا دلوقتي متصدرين جدول الدوري طبعا وبفارق اهداف رائعه جدا، بتتكلم اهلي فيوتشر يعني بيراميدز وبعد كده الزمالك، رائع جدا، بس لسه ده مش مقياس. نتمنى ان احنا نكمل على ده، ويمكن ده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا امبارح يا كريم. لا بس ان شاء الله يعني كان عنده اكتر من نقطه هنناقشها برده، بس هو قال كذا حاجه بصراحه مهمه جدا، ان احنا مش عايزين نتسرع بالفرحه والخلاص الفوز يعني، لا لسه المشوار طويل، بس من حقك اكيد ان انت تفرح بفريقك وتفرح دلوقتي بالاداء اللي انت بتعود ليه مره ثانيه، والروح اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي. برده اليو ديانج كان امبارح متالق يعني، مان اوف ذا ماتش طبعا. لا امبارح لو قعدنا ركزنا وكانه في كاميرا مستقله بتمشي ورا كل لاعب على حده، هنلاقي ان مش بس مفيش حد قصر، لا هنلاقي ان كل اللي كانوا موجودين امبارح في ارض الملعب كله بذل اقصى ما عنده وبقلب وبروح قتاليه فظيعه. امبارح شفنا كوره حلوه، شفنا جمل تكتيكيه حلوه، شفنا حاله من الروقان كده برغم تنشنت وشده المباراه، لكن في الشوط الثاني في وسط المطحنه اللي كانت حاصله كان في روقان وكان في تمريرات حلوه، كان في كرات حلوه امبارح شفناها استمتعنا بيها، شفنا اداء ممتاز من كل اللعيبه. الحقيقه طبعا الثلاث اهداف بدايه كلام كده احلى من بعض، يتقال عليهم مزيكا. طبعا حمدي فتحي، رجوعا لحمدي فتحي، استلم الكوره يعني على صدره ورفعها لكهربا اللي سجلها، سجل طبعا الهدف الاول براسيه منه. لمسات محمد شريف السريعه طبعا، يعني ما كانش بيفكر الحقيقه، كان بيسجل من لمسه واحده. ممكن نلخص الماتش الى حد كبير في انه يعني كان حقيقي
مولع في النص ساعة الأخيرة اللي كانت فيها أو اللي شفنا من خلالها الأهداف والمهارات العالية جدا. عايزين نتكلم طبعا عن أليو ديانج اللي بيلعب كالعادة بروح قتالية عالية جدا، مخيف لما بيكون فايق ورايق بيعمل فرق كبير جدا، طبيعي إنه يستحق إنه يكون مان أوف ذا ماتش. حمدي فتحي عمل شغل يعني رائع جدا، كان سابق الوقت دايما وكان بيصارع قبلها كمان يعني مع الإصابة عشان يلحق يشارك في هذه المباراة ويصر على اللعب كأساسي وينزل يموت نفسه الحقيقة في الملعب كالعادة ويتواجد في كل مكان في الملعب ويساهم في الثلاث أهداف باتنين أسيست وتمريرة ساهمت في أسيست لعلي معلول. طبعا شكرا حمدي فتحي، شكرا لكل اللعيبه. بكده بقى حضرات بيرتفع رصيد النادي الاهلي ل 34 نقطه على صداره ترتيب جدول مسابقه الدوري. انتهت الجوله ال 14 واحنا دلوقتي في طريقنا لماتش البنك الاهلي بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث، اكيد في الجوله ال 15 من الدوري الممتاز. اللي حصل ده زي الفل، اللي حصل ده عايزين نحافظ عليه وننطلق لما هو ابعد كمان انطلاقا من اللي احنا شفناه في ماتش امبارح. طبعا اكيد حافز مهم جدا للي جاي وبطبيعه بالزبط. الحال يعني او نقدر نقول ولا سيما لمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بص الروح المعنويه بتفرق بشكل كبير طبعًا. جدا انت دلوقتي لما بتروح ورايح نفسيا مرتاح ومبسوط وفايز او محقق نجاحات، فده بيفرق بشكل كبير جدا. وقلنا الكلام ده قبل كده، وفكره برده دخول 2023 واول مباراه لعبناها برده فوزنا فيها وبدايه الموسم ده محليا وافريقيا برده كانت ضربه حظ اكثر من رائعه، انت عملت شغل الحمد لله كويس جدا. فطبعا الحظ والحاجات اللي زي كده مش كل الناس بتؤمن بيها بس موجوده برضه. لو تيجي تتكلم في لغه كره القدم، لا على فكره اوقات الكوره بتعاكس دور. الحظ بيبقى مش معاك في حاجات كتيره في ماتشات كتيره وفي ايام كتيره والفرق كتيره جدا، بس لحد دلوقتي زي ما بيتقال سو فار سو جود الحمد لله. وكل ده هنرجع نقول بمجهود اكيد عظيم وكواليس بتتم على الارض يمكن احنا ما بنشوفهاش، لكن هي موجوده في تركيز في بجد. تاني هرجع اقول تحيه لمارسيل كولر هذا المدير الفني الذكي الذكي جدا والمتألق جدا، وللواحد اوقات بيبقى يمكن الناس تقول لك انا مش فاهم طريق لعبه، انا مش فاهم التبديلات بتاعته، انا مش فاهم بيفكر ازاي، لكن الراجل ده فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. المهم ان هو يبقى فاهم هو بيعمل ايه، لان ده بيترجم في الاخر باداء وبنتيجه اكثر من رائعين بصراحه. حاجه كانت محترمه جدا امبارح. وعايزه اقول لحضراتكم كمان على يعني بمناسبه الفوز، طبعا كالعاده كابتن محمود الخطيب يعني وجه الشكر وجه التحيه للاعبي الاهلي وللجهاز الفني والجهاز الاداري والطبي بعد الفوز في مباراة القمة، وأشاد بشكل كبير جدا بالأداء الرجولي والعظيم والمحترم لكل العناصر الموجودة في الفريق. وتكلم عن روحهم كمان العالية، فكرة يبقى عندك كمان يا كريم إصرار على إحراز الفوز، الشعور بالمسؤولية، ودي نقطة مهمة جدا. اللاعب نازل عنده مسؤولية، عنده إحساس بالمسؤولية، أنا لازم أكسب، أنا لازم أفرح الجماهير، أنا لازم أحقق الفوز للنادي الأهلي. مفيش رفاهية هنا إن أنا أخسر تاني، مفيش رفاهية إن أنا أتعادل، مفيش رفاهية أبدا خسارة أي بطولة. كل ده إن حتى شكل ضغط على اللعيبة وعلى الفريق، بس لابد منه، لابد منه. هو ده اقل حاجه احنا ممكن نقدمها لجماهير النادي الاهلي اللي هي فعلا في الحلوه وفي المره معاك. عمر ما الجماهير جت قالت اي كلمه وحشه او غيره او قللت من فريق النادي الاهلي او من اي لاعب، ممكن يزعلوا لكن برضه في ظهرك. فدي نقطه مهمه جدا. وفكره هنا تقديرهم لقيمه برضه تيشرت النادي الاهلي اللي بيلبسوه او بيرتدوه، ده حاجه كبيره جدا، ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا لازم اي لاعب في الاهلي يحافظ عليها. والفوز هنا بنتكلم تحديدا بقى طبعا يعني برضه بيضاعف يا كريم من مسؤوليات هنا كل طبعاً. العناصر، بنتكلم عن المنظومه الكرويه ككل، وللجميع برضه هنا الحق برضه في التعبير عن فرحته زي ما احنا قلنا، لكن خلاص هنرجع تاني. انا عارفه الكلام ده هيزعل البعض، بس احنا كده لازم نبتدي من اليوم التاني ده اللي احنا متعودين عليه، ان احنا نفكر في اللي جاي. ايه هو اللي جاي؟ عندك لسه مشوار طويل جدا من مباريات، عندك مشوار طويل جدا من بطولات لازم تركز فيه، لازم كمان يبقى كل لاعب عارف ان هو ده قدر. فكره انك بتلعب في النادي الاهلي خلاص انت دايما بتبحث عن المزيد، والجماهير بتاعتك دايما بتبحث عن المزيد، لا يكتفوا بفكره ان انت حققت انتصار في مباراه او حتى بطوله واحده. خلي بالك انت هتاخد باذن الله الدوري، هيقول لك هات الكاس، هيقول لك كاس العالم للانديه وهكذا وهكذا. كابتن محمود الخطيب برضو وجه تحية وشكر خاص لجماهير الأهلي الوفية، وقال كده تحديدا سواء اللي كانت في ملعب المباراة أو في كل أنحاء العالم، الجماهير دي هي اللي بتقف دائما خلف ناديها، هي من دعمت الفريق واللاعبين ومنحتهم الثقة والروح العالية وزادت من الدوافع لديهم لتقديم أداء متميز وتحقيق نتيجة طيبة. أشار كمان
إلا أن هذه الجماهير كابتن محمود قال سوف تظل السند والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات. الحقيقة جماهير النادي الأهلي لو هنقف عندهم كعنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من منظومة النجاح اللي بتحصل كل يوم والتاني واللي بتتحقق على مستوى كل الفرق الرياضية مش بس كرة القدم، طبعا كالعادة كرة القدم هي اللي بتسحب الكم الأكبر من الـ الأنظار يعني، لكن المنظومة نفسها لازم نقف عند حتى دايما التعليقات المتوازنة اللي بتصدر من الكابتن محمود الخطيب، كل بيان بيصدره بتلاقوه يعني موزون يعني ميزان ذهب زي ما بيتقال. الحقيقة اللي بيحصل واللي احنا بنشهده الفترة دي حاجة إلى حد بعيد لما نرجع كده لتاريخ النادي الأهلي هنلاقي إن هي حاجة منطقية جدا. بداية أكيد مفيش مساحة للاختلاف إن مفيش كيان في الدنيا أو حتى فرد في الدنيا بيفضل ماشي طول العمر على نفس الوتيره، لازم يكون في تعثر في بعض الاحيان، وقد يكون التعثر مطلوب احيانا عشان نعمل تاني ايه اعاده افاقه للاعبين عند اللزوم. الافاقه دي حصلت وبحذافيرها وكما ينبغي ان يكون، شفناها متجسده في ماتش امبارح وكم ماتش قبليهم الحقيقه، بس طبعا انتوا عارفين ان دايما لقاء النادي الاهلي ونادي الزمالك بطوله لوحدها مستقله، ده ديربي مستقل بغض النظر بقى بيلعبوا دوري بيلعبوا كاس ان شاء الله بيلعبوا ماتش ودي، دايما ماتش الاهلي والزمالك لا مقياس لكثير جدا من الامور. شفنا امبارح في هذا اللقاء الحقيقه الروح المعتاده والرغبه المعتاده عند لعيبه النادي الاهلي في تحقيق الفوز وقد كان الحمد لله. عايزين بقى في الوقت اللي جاي ده نعرف حضراتكم مين قال ايه عقب انتهاء أحداث المباراة. بداية كده مارسيل كولر المدير الفني للفريق اتكلم عن الفوز ده وقال إن فريقه قدم مباراة مميزة جدا، وقال إن احنا لم نتأثر بغيابات في هذا اللقاء واللي يتقال عليه لقاء قمة. الحقيقة على صعيد الغيابات عندك 11 تقريبا فريق كامل ما كانش موجود للأمانة يعني. ومع هذا برضو القول المأثور بتاعنا شفناه متحقق امبارح الأهلي بمن حضر. تعالوا نتابع جانب من تصريحات مستر كولر ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. Es ist natürlich immer wichtig, dass man vorbereitet ist, wenn sich Spiele verletzen. Und الواحد يبقى متحضر كويس جدا ويبقى جاهز لما يكون في اصابات او يكون في لعيبه موقوفه. Und ja, das waren wir und damit واحنا كنا مستعدين وعشان كده لما جت اللحظه دي ما حصلش اي مشكله او ما حدش حس ان في مشكله. عندنا قائمه كبيره فيها لعيبه كتير كبيره معانا تقريبا 30 لاعب طبعا بيبقى ساعات كتير بيحصل ان بيبقى في احباط من بعض اللعيبه اللي ما بتشاركش لان ما بيقدرش يشارك غير 11 واحد بس في الملعب. Aber wenn Sie dann so Einsätze haben und gut spielen, wie zum Beispiel Remy auch dann sehr gut لكن spielen. لما لاعب ينزل وبعد غياب ويأدي زي رامي النهاردة ده بيبين الاستعداد اللي احنا عاملينه وده كمان بيدي ثقة لبقية المجموعة ان اللي بينزل بيأدي وانه كله ممكن ياخد فرصة. طبعا لعبوا كويس جدا زي الباقيين برضه زي زمايلهم اللي بقى لهم فتره. طبعا كان في ريسك شويه في موضوع خالد لان هو عاده بيلعب باك رايت واحنا ما كناش عايزين اطلع هاني من مركز الباك رايت اللي هو متالق فيه الفتره الاخرانيه، ما حبيتش ان انا اشيله من مكانه ولعب النهارده ماتش كويس قوي. وانا اتكلمت مع خالد قبل الماتش وعرفت منه ان هو لعب قبل كده باك رايت في سموحه وكان بالنسبه لي مهم ان انا العب خالد بالذات لان هو عنده ميزات زي السرعه زي ان هو بيلعب بقلب جامد وعشان كده وده اللي خلاني ان انا اخترته هو واتكلمت معاه وهو اثبت لي حسن اختياري ولعب ماتش كبير النهارده. بالظبط انتوا بتتعلموا كويس بسرعه مني اللي انا بقوله وبتسمعوا كويس ان الماتش الجاي هو دايما اهم ماتش. Letzte Botschaft, die Sie sagen wollen zur Fans von الاهلي. عايز اشكر جمهور النادي الاهلي جدا على الدعم العظيم الهائل ودايما في كل ماتش في ظهرنا وان هما دايما بيولعوا الملعب زي ما بنقول وده مهم جدا للفرقه وبالذات للعيبه الجديده كمان انها بتاخد ثقه بتاخد دعم وده بيقوي الفرقه جدا. واتمنى ان في يوم من الايام ادخل الملعب يرجع تاني الملعب متقفل زي الصور القديمه اللي انا شفتها. نفسي اشوف ده في يوم من الايام وانا مدير فني للنادي الاهلي ان الجمهور متقفل الملعب يعني.
الجمهور كان مقفل الملعب. طب هل نتج عن ده اي صعوبات بالمناسبه في الدخول في الخروج؟ يعني امبارح لا لا عايز اقول لك على حاجه، يعني انا جيت من المهندسيه، ولا انا عايز اشكر زميلنا يعني احمد عويس بصراحه، زميلنا طبعا معانا في الاعداد وحاجه محترمه، هو هناك مسيطر سيطره. انا قلت له انا عايز اروح، انا لقيت الابواب بتتفتح والله العظيم، ما شاء الله البوابه من بره وبوابه ناس بتنادي عليه وحاجات يعني بجد. لا خليني اقول لك احنا وصلنا سريعا جدا، يعني كنا مجموعه كده جايه من المهندسين، وصلنا ما كانتش طرق زحمه، كان في لاين من بره بتمشي في الطابور بتاعك، اسمك في الكشف بتدخل، معكش تذكره اسمك مش موجود ما بتدخلش، وده يعني اعتقد فير جدا، بتدخل تركن عربيتك عادي من البوابه. ما لمحتيش حد من الناس الفهلويه اللي هي بتدي كتف وتدخل من غير تذاكر؟ كان في بعض الناس اللي واقفه ما تفهمش، دول نفسهم يدخلوا من غير تذاكر ولا واقفين عادي بيشجعوا، بس ما كانش شكل ابدا ما فيهوش تنظيم يا كريم. جوه الناس قاعده كان اعداد كبيره، لكن المقصوره الناس كل واحد ليه الكرسي بتاعه، والجماهير شكلها جميل ومنظم وهتافات اكثر من رائعه. لا امبارح كان مشهد فعلا فعلا جميل، تروح تنبسط، عارف انت كده تروح تشجع فريقك وتنبسط. عايز اقول لحضراتكم كمان بمناسبه التصريحات، احنا عندنا تصريحات كتيره جدا، ومهم ان احنا نستمع لكل التصريحات اللي بتكون عقب كل مباراه، بالذات لو بنتكلم عن مباراه القمه. نروح دلوقتي الكابتن سامي قمصان اللي امبارح اتكلم عن المكاسب، وقال كمان ان الفوز ده مهم جدا عشان ينهي المرحله دي من الدوري، واشار لوجود جماهير الاهلي طبعا في مدرجات الملعب ان هم كان ليهم دور اكثر من رائع في دعم اللعيبه. يعني عايز اقول لك اول ما الجول الاول جه احنا قلنا خلاص كده يلا اللي بعده واللي بعده واللي بعده، كان في ثقه ان ده هيحصل، وقد كان. احنا كنا والله العظيم الاجوال كانت بتيجي بعد كده واحنا قاعدين، فجاه تقوم تنبسط. لا فعلا تالق. تاني هرجع اقول محمد شريف بجد انا من الناس اللي بحبه جدا كلاعب فعلا، وهو انا سعيده ان هو بيعود مره تانيه للتالق بتاعه، لان ناس كثيره كانت بتقعد تتكلم وتنتقد وحاجات زي كده طبعا خارج النادي الاهلي، بس دايما هنرجع نقول تاني الرد على الارض. خلينا نتابع تصريحات كابتن سامي ونرجع نكمل. بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للمنظومه كلها، الحمد لله اداء الحمد لله ونتيجه مميزه جدا، وزي ما دايما كنا بنتكلم معاك ودايما في الاستوديو كابتن ايمن طبعا وضيوفه بارك لهم طبعا، اللي احنا بالنسبه لنا السنه دي تحدي كبير جدا بالنسبه لنا بطوله الدوري العام، الحمد لله اللعيبه مركزه جدا، بشكرهم طبعا على الاداء ده والروح ده والتصميم اللي هم عاوزين يعملوا نتيجه كبيره ونتيجه ويطمنوا بيها جمهورهم ويصمموا اللي هم عاوزين يوصلوا وتصدرهم للدوري العام ورجوع بطوله الدوري العام للنادي تاني، ودي حاجه مهمه جدا وتحدي كبير جدا بالنسبه لنا، بشكرهم طبعا، لكن دي خطوه لسه خطوات كبيره كتيره ان شاء الله نقدر نوصلها ان شاء الله. يعني اولا بالنسبه لكهربا طبعا يعني ربنا طبعا بيكلل تعبه، الفترة اللي فاتت اشتغل على نفسه كتير جدا، ضحى كتير جدا، وقفت النادي معاه طبعا، ودي حاجة إيجابية جدا بتطمنته وتخليه دايما في تحدي اللي هو عاوز يثبت للناس اللي هو حاجة كبيرة جدا وحاجة مميزة جدا في النادي. النهارده بيثبت للمباراة التانية على التوالي ويأكد جدارته اللي هو موجود في النادي الأهلي، وأعتقد إن النادي الأهلي كان دايما في ظهره وسند ليه. يعني بقية اللعيبة طبعا بشكر طبعا خالد، أدى أداء مميز جدا، يعني يمكن أول مرة برضه بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش في البوزيشن دوت، يعني اللي هو يأدي بالروح دوت والأداء ده والرجولة دي طبعا أداء مميز. مروان برضه نفس القصة بالنسبة له، كريستو لما لعب الماتش اللي فات كان كنا نأمل طبعا برضه اللي هو يلعب الماتش زي ده، لكن عارف أنت ظروف الماتش بتبقى ساعات بتبقى بتأيد شوية الراجل في التغييرات يعني، لكن في المجمل طبعا كل لعيبة أدت أداء مميز جدا من أول الشناوي لحد محمد شريف لما نزل، كل اللعيبه يعني علي وهاني ورامي وحمدي فتحي وديانج وكل وحسين الشحات واحمد عبد القادر وقفشه، فكل اللعيبه طبعا ادت اداء مميز جدا، واعتقد ان هم النهارده كان زي ما بيقعدوا دايما جمهورهم اللي هم يادوا اقصى ما عندهم، اعتقد النهارده ادوا كده، بشكرهم وان شاء الله نتمنى منهم ان شاء الله الافضل في اللي جاي ان شاء الله. دايما كل الشغال في النادي الاهلي في منظومه النادي الاهلي عارف ان قوه جمهور النادي الاهلي، والتحدي دايما الكبير بالنسبه لنا هو الجمهور، يمكن لو الجمهور معانا في فترات كبيره جدا يعني السنه اللي فاتت يعني اعتقد كانت هيدينا دعم اكتر وهيدينا حافز اكتر، لكن احنا زي ما بقول وبكرر كل مره اللي احنا حاسس احنا قصرنا السنه اللي فاتت، ممكن النهارده ان شاء الله يكون السنه دي ان شاء الله يكون بقى رجوع تاني لبطولات الدوري العام ان شاء الله، بدايه رجوع الدوري العام وبدايه بطولات كبيره للنادي الاهلي، يعني سواء افريقيا كاس مصر بطوله كاس العالم اللي احنا نشارك فيها نهايه الشهر ان شاء الله، فاعتقد ان شاء الله يكون نقدر نفرحهم ونقدر نعوضهم على الفتره اللي فاتت ان شاء الله. طبعا لازم نحيي كل زملائنا وزميلاتنا فريق العمل في قناه النادي الاهلي اللي كانت حاضره امبارح طبعا، وكالعاده خليه نحل نقلت كل الاحداث وكل التفاصيل وكل الكواليس، وهي طبعا اللي سجلت كل اللقاءات اللي احنا بنستعرضها مع حضراتكم تباعا. دلوقتي تعالوا نروح لعلي معلول، والحقيقه علي معلول يعني اللي انا هقوله ده ينطبق على
من اول يوم تقريبا حط رجله فيه في النادي الاهلي، يعني مش بس في ماتش امبارح، بس بصفه خاصه في ماتش امبارح، تحسه ما كانش بيلعب مع نادي هو بينتمي ليه، هو تحسه انه كان بيلعب مع منتخب بلده. يعني نتكلم انه بيلعب بقلب وبشعفة وبشغف وبحب وبروح قتاليه كالعاده. هو ده علي معلول ابن النادي الاهلي. علي معلول قال ان هذا الفوز يعد بمثابه تحضير جيد جدا قبل المشاركه في كاس العالم للانديه، والحقيقه النقطه دي فعلا على الصعيد حتى المعنوي في منتهى الاهميه وصحيحه بنسبه 100%. تعالوا نشوف كابتن علي معلول قال ايه. اتفضل. اكيد اكيد، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي على الانتصار الممتاز مقابل الديربي. كنا عارفين قيمه المقابله هذه، محضرنا المقابله نتاعنا كما يلزم، دخلنا للمقابله بمعنويات مرتفعه، نعرفوا الفارق ما النقاط بيننا وبين نادي الزمالك، خصوصا في الفتره الاخيره نادي الزمالك كان بيمر شويه مشاكل، لكن احنا كنا مركزين للمقابله، كنا عارفين انه ثلاثة نقاط هذا مهمين يخلينا نوسعوا الفارق مع اقرب المنافسين لينا، ويخلينا نحضروا ان شاء الله الكاس العالم للانديه في اجواء ممتازه، نسافروا للمغرب والمعنويات نتاعنا مرتفعه. اكيد اكيد، اللاعبين الكل على قدر المسؤوليه، اللاعبين الكل عارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي، اللاعبين القدامى حتى اللاعبين المصابين كما عمرو السوليه متولي وعبد المنعم كلهم كانوا موجودين اليوم لتحفيز اللاعبين الكل. الصفقات اللي جات قدمت مردود متميز كما خالد عبد الفتاح او مروان، لكن اهم من هذا الكل هو عوده كهرباء اللي خلانا ندخلوا سجلنا الهدف الاول اللي سهل لنا اكثر المقابله، نشكروه وان شاء الله يكون عوده ميمونه ان شاء الله الكهرباء، وان شاء الله يكمل على نفس الساق ان شاء الله. لا لازم، احنا شفنا الجماهير تاع النادي الاهلي اليوم والمسانده الكبيره اللي قدموها في تشجيع اللاعبين، على طول مدار 90 دقيقه كانوا ما وقفوش تشجيع للاعبين. نتمنى ان شاء الله في قادم المقابلات يكونوا موجودين بنفس العزيمه وبنفس الروح، وان شاء الله احنا كلاعبين نحاولوا ديما نخليهم فرحانين ان شاء الله. برضه معانا تصريحات سريعه لمحمد الشناوي الوجه فيها شكر للعيبه، واكد ان هم كانوا يعني على قدر المسؤوليه امبارح ولعبوا كويس جدا ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بحذافيره زي ما بيتقال، وده اللي منح الفريق الفوز. خلينا نتابع سريعا تصريحات الشناوي ونرجع نكمل. بقول للعيبة ألف ألف مبروك، النهاردة كنتوا رجالة، وبقول للجمهور مبروك، وبقول للإدارة مبروك، والجهاز الفني مبروك. اللعيبة النهاردة أدت اللي عليها وعملت اللي عليها، كنا الفترة اللي فاتت بنجهز للمباراة، وإحنا عارفين الماتش صعب جدا، وإحنا عارفين نادي الزمالك، نادي الزمالك ده ماتش يبقى مختلف، يعني بيبقى ليه حاجات خاصة طبعا، بس النهاردة الحمد لله اللعيبة عملت اللي عليها وأدت التعليمات اللي خدتها من الجهاز الفني، واشتغلنا الاربع ايام اللي فاتوا اشتغلنا بشكل كويس، واللعبه كانت مركزه، ده اهم حاجه التركيز، وروح النهارده كانت في الملعب يعني الحمد لله. من اول يوم بلعبه جديده تكون موجوده، كهربا طبعا بقى له فتره كبيره معانا، عارف النظام كويس جدا، لعبه كبيره بصراحه، بيعملوا معايا مجهود كبير جدا. لعبه جديده طبعا، اول ما جم عرفوا النظام، واحنا بندعمهم واحنا في ظهرهم، ده اهم حاجه، اهم حاجه يعرفوا ان اللي احنا في ظهرهم، وقلنا لهم العبوا زي ما انتم كنتوا في انديتكم وانتم جايين منها، والعبوا بثقه ومفيش اي حاجه، واحنا في ظهركم. لعيبه كبيره بصراحه، وقفت جنب نقف جنب اي حد، صغير كبير جديد قديم، احنا كلنا واحد، احنا فرقه جماعيه مش فرقه باسم حد، ده اهم حاجه. واحنا النهارده انت شايف الملعب كله بيدافع وكله بيهاجم مع نفس الوقت، ده اهم حاجه في التيم والروح والتركيز. ده طبيعي، طبيعي النهارده نفرح وبكره نبدا تمرين ونفكر في ماتش بنك الاهلي، ده الطبيعي يعني. بس انت برضو بتلعب نادي كبير، نادي الزمالك، المنافس بتاعك لازم تديله احترامه وتدي احترام للجمهور بتاعه، ده اهم حاجه يعني. لما تكسب نادي الزمالك الناس بتفرح، يعني انت بتتكلم ماتش ما بتفكرش، هو ماتش كاس، ماتش دوري، ماتش سوبر، ما بتفكرش، هو ليه حسابات خاصه يعني. اكيد طبعا النهارده نفرح كويس جدا، من بكره بنقفل الصفحه خلاص ونفكر في البنك الاهلي على طول ان شاء الله. اكيد هو بالنسبه لنا رقم واحد مش رقم 12 يعني، هو ما بيجي دعمنا، انت شايف النهارده جمهور، الجمهورين النهارده، جمهور الزمالك وجمهور الاهلي، الماتش النهارده كان فيه حماس كبير جدا عشان الجمهور موجود، يعني نفسي الاستاد كله يكون مملي عشان اللعيبه النهارده، الريتم كان عالي والناس كلها عندها روح، والاستاد كويس جدا، الارضيه كويس جدا، واللعيبه مبسوطه وهي بتلعب من الفرقتين، وفي روح عاليه جدا جوه الملعب، ده اهم حاجه. بقى لنا فتره كبيره الروح بين اللعيبه بين الاهلي والزمالك دي حاجه كويسه جدا، احنا اخوات في الاول وفي الاخر، بس جوه الملعب منافسين.
الحقيقه كان متالق جدا امبارح محمد الشناوي، يمكن لم يختبر كم كبير او عدد كبير من المرات، لكن الكم مره اللي كان في شبه يعني خطوره عليه، وبالذات كوره دونجا كمان جون مؤكد بتاع دونجا. طبعا لا الشناوي بصي لا يعني اخطبوط، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. طيب تعالوا بقى نروح للاعب النادي الاهلي الجديد خالد عبد الفتاح، اللي اتكلم كلام يعني حلو جدا الحقيقه بعد انتهاء المباراه. قال ان اي لاعب يرتدي قميص النادي الاهلي ويشاهد مؤازره الجماهير في المدرجات لا بد وان يتفانى في واجبه ويؤدي كل ما عليه بشكل اكثر من ممتاز. تعالوا نشوف هو قال ايه. اتفضل. طبعا الحمد لله الاول والشكر لله، طبعا بشكر اللعيبه، لعيبه رجاله، شخصيه فرقه، جمهور عظيم، مسانده عظيمه، مش عارف اقول ايه، مبسوط جدا، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. اهم حاجه بس كنا بنلعب بروح وشخصيه النادي وشخصيه الفرقه، اي حد بيلبس تيشيرت يبقى من ال 11 كانوا بيلعب بقاله سنين يعني في النادي الاهلي، فالحمد لله. طبعا طول عمر جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم الاول، بتحس انك ليك ظهر، بتحس بتلعب بثقه مهما حصل، هم في ظهرك كسبان خسران، فده مديك دافع قوي جدا، مديك حافز على طول، على طول حاسس ان انت اكتف على طول. جمهور عظيم، ان شاء الله ناخد الدوري وباذن الله الكاس، وفي كاس العالم ما نقدر نوصل لابعد مدى ان شاء الله، نهائي باذن الله. تعالوا بقى نتكلم عن حسين الشحات اللي برضو قال التصريحات كانت حلوه، انا شفتها حلوه جدا. هو اتكلم عن ان هم كلهم بيسعوا للفوز بكافه البطولات اللي هيشارك فيها الفريق الموسم الحالي ان شاء الله وكمان القادم، واللي جاي يتكلم ان هو هيكون احسن. اتكلم كمان عن نقطه عن كهربا، يعني يمكن احنا شفنا تصريحات مختلفه، كلهم تقريبا تحدثوا عن كهربا وقد ايه كهربا يعني عنده اصرار واتكلموا معاه وان هو متالق جدا منذ عودته، لكن هو تحديدا حسين الشحات كان بيقول ان هو اتكلم مع كهربا قبل الماتش يعني، واكد لي ان هو هيفوز او ان هو هيحرز يعني بمعنى اصح اهداف، وده فعلا يمكن اللي اتحقق. حلو جدا يبقى عندك ثقه في نفسك كده، تقول انا داخل المباراه دي، المباراه دي بتاعتي او المباراه دي انا هحرص فيها اكثر من هدف او على الاقل. خدت بالك كمان وهو يعني ومحمد شريف نازل كهربا كان بيقول له ايه، هتجيب جول. أيوة. هتجيب جول. ما هو ده الاصرار الكريم، دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها. على فكره الموضوع مش كلام وخلاص، يعني يقول لك روح الاهلي وفانيله الاهلي وكيان الاهلي، على فكره ده حقيقه، ده مش رغي بنقوله، في حاجه اسمها روح الاهلي والكيان والكيمستري ما بين اللعيبه والجماهير اللي في ظهرك، وفكره هنا الواحد نازل عايز يحقق فوز، مش نازل يلعب وخلاص، ودي مباراه قمه والاثنين كانوا نازلين مستقتلين والاثنين نازلين في طبعا تنافس شديد كده، تنافسيه رائعه وحاجه على فكره في الاول وفي الاخر دي لصالح، تاني هرجع اقول الكره المصريه، حلو انك تشوف في تنافسيه شديده، حلو انك تشوف ان انت بتكسب بس بتكسب حتى بصعوبه، انا مش عايز انزل اكسب نفسي برضو ولا ايه، عايز العب كوره. شفتي يعني كناش هنفرح يعني لو نزلنا والماتش كان سهل. من اللقطات الحلوه كمان هنا وهو بيقول محمد شريف هتجيب جول. ايوه جول. صح. وبعدين يعني خدتي بالك بعد الهدف الاول اللي جابه محمد شريف اكيد ركزتي ولا لا، انت كنت في الاستاد ساعتها، بس ممكن تشوفيها بقى اليومين دول في فيديوهات مختلفه، بصي على فرحه كهربا بتحقيق محمد شريف او بتسجيله لهدف رقم 50 في مشواره، بعد ما ادرك ان لقى ان محمد شريف ماسك التيشيرت مكتوب عليها 50 جول، هو ادرك ده في الدوري العام ده كان فرحان اكتر من محمد شريف. صح صح. يعني لا ارقام محمد شريف دلوقتي اعتقد رائعه جدا، هو رصيد 6 اهداف في القمه المصريه، ركزي بقى 50 في تاريخه. لا انا شفت طبعا احنا شايفين من فوق بس التفاصيل طبعا بيبقى صعبه شويه، تعبيرات الوجه يعني لا حاجه جميله، تحس اللعيبه كلها فرحانه لبعض طبعاً كريم، طبعاً يعني كله نفسه ان التاني ينجح، كله نفسه ان التاني، حتى التمريرات اللي شفناها مفيش حد كان عنده فكره هنا ان انا اللي عايز ادخل الجول، انا اللي عايز انفرد بالكوره، لا شفنا كيمستري اكثر من رائعه بجد، ده اللي احنا كنا بنتمناه وده اللي احنا قلناه، ويمكن ده قضى شويه كريم على فكره اللمسات او اللي هي مش هقول الميس باس بس التاتش الاخير بتاعك الفينال بتاعك اللي هو للاسف في بعض الاحيان كان وبعض المباريات كان وحش جدا او كان كتير الليفل بتاعه عالي، ما شفناش ده امبارح بصراحه، ولو حتى في واحده او اتنين فرصتين ضاعوا بس انت ما شفتش ده بالكم اللي كنت بتشوفه قبل كده، لان الكيمستري كانت في الملعب رائعه. على كل حال خلينا نتكلم دلوقتي بقى، احنا معانا ايه دلوقتي؟ احنا ما سمعناش تصريحات حسين الشحات. ايه يا ترى؟ احنا لسه ما شفناش التصريحات. ايوه صح، احنا رغينا كتير، تعالوا نشوف التصريحات. والله طبعا الحمد لله، الحمد لله على المكسب طبعا، يعني اهم حاجه انت بتلعب النهارده نادي الزمالك يعني قمه، يعني فريق كبير طبعا، فانت النهارده انت بتلعب اللي انت مبروك حبيبي. فانت بتلعب النهارده اللي انت عايز تكسب زي ما هو عايز يكسب، فطبعا يعني مباراه كبيره سواء احنا او هم، يعني فريق الجماهير يعني نادي الزمالك طبعا جمهوره كبير او جمهور الاهلي برده طبعا جمهور كبير النهارده بيشجعنا من قبل الماتش، فطبعا حاجه كبيره، احنا كنا عايزين نبسطهم وعايزين نسعدهم،
فدي حاجه كبيره جدا. فالحمد لله يعني طبعا يعني النهارده يمكن اللعيبه كلها كانت قلبها على قلب بعض، وكنا عايزين كمان كهربا نساعد كهربا يجيب جون. يمكن انا كنت امبارح قلت له ان شاء الله ربنا يكرمك، انا عارف ان انت هتجيب جون النهارده. فالحمد لله يعني ربنا كرمه. وطبعا مبروك لجمهور الاهلي العظيم، واللي جاي ان شاء الله احسن واحسن، وان شاء الله السنه دي باذن الله هنجيب لكم كل البطولات ان شاء الله. دايما النادي الاهلي كده، دايما الاهلي بيكسب البطولات بكده، سواء بالدوري او افريقيا او بيوصل لما بيلعب كاس عالم او السوبر، اي بطوله الاهلي بياخدها هو ده دايما اللي احنا كلنا على قلب بعض. فده اللي حصل فعلا، والفتره اللي فاتت احنا كلنا قلبنا على قلب بعض وكلنا عايزين نحقق دوت. فالحمد لله يعني النهارده كان باين، الماتش اللي فات كان باين، الماتشات اللي فاتت اصلا اخر كام ماتش باينه جدا الحمد لله. انكار الذات عندنا كلنا كان باين جدا، فدي حاجه كبيره. فربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، واللي جاي احسن واحسن. طبعا احنا كلامنا مع حضراتكم عن تفاصيل لقاء الامس يعني لم ينتهي بعد، اكيد هنتكلم وباستفاضه وتحديدا في اولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده ان شاء الله. لكن تعالوا بقى دلوقتي نروح لموضوع مختلف حبتين. امبارح كان في ماتش رائع هو الاخر، لكن طبعا الكلام المره دي على المنتخب المصري لكره اليد اللي الحقيقه بيبهرنا كعادته. فاز على نظيره البحريني بنتيجه 26-22 ضمن منافسات بطوله الدوري الرئيسي لبطوله او الدور الرئيسي لبطوله العالم لكره اليد اللي بتستضيفها السويد وبولندا خلال الفتره من 11 وحتى 29 من يناير الجاري. المنتخب خاض الشوط الاول متقدما على منافسه منتخب البحرين بنتيجه 13-9 ليستكمل المنتخب بعدها تقدمه ويوسع كمان الفارق في الشوط الثاني وينتهي اللقاء بنتيجه 26-22. بكده بيتاهل المنتخب برصيد 8 نقاط لربع النهائي. بالمناسبة برضو عايزين نعرفكم أنه المقرر إن شاء الله أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الدنمارك في ختام الدور الرئيسي للمجموعات، حيث سيتحدد عندها مين هو متصدر المجموعة ومين هو صاحب المركز الثاني، فيما يحتاج أكيد منتخبنا المصري للفوز على منتخب الدنمارك. وأكيد مش هتبقى مأمورية سهلة ولا مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، ولكن مطلوب مننا أن احنا نعمل كده ونحقق هذا الانتصار عشان يعني ما نضطرش لمواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في الدور ربع النهائي. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. بص تعالى نتكلم شويه عن الاداء برضو لازم نشير ليه. احنا عندنا كان اداء لبعض اللعيبه، طبعا المنتخب ككل لحد دلوقتي محقق يعني اداء رائع جدا، لكن لو هتكلم بالتفاصيل عن بعض اللعيبه، انت عندك مثلا كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب اللي فاز بجائزه رجل المباراه، حاجه كانت رائعه جدا وحاجه مشرفه كمان. فكره هنا يعني التصدي او تمكنه من التصدي ل 16 تصويبه من 36 برضو، ده اعتقد تالق جدا في عرف كره اليد، تتكلم في كره اليد، فبرضو ده اداء رائع جدا. نتكلم بلغه الارقام هنا كمان. فكره هنا تسجيل عندنا يعني يحيى الدرع مثلا سجل يا كريم اكتر تقريبا او برصيد 5 اهداف، ده من 6 تصويبات برضو، ده معدل طبعًا كبير جدا طبعًا. عندك احمد عادل كمان، علي زين كان ادائهم اكتر من رائع. اداء منتخب مصر في العموم كان متميز جدا، وهو مفروض ان هو يواصل بقى يعني مستويات ودي الرائعه في البطوله اللي حقق لحد دلوقتي بالمناسبه 5 انتصارات اعتقد، وخمس انتصارات متتاليه كمان يعني الحمد لله ما كانش في اي خساره في النص. فانت بتتكلم لا بطوله لحد دلوقتي انت ماشي فيها بخطوات ثابته، نتمنى الاستمرار بهذا الشكل. انت كده حجزت مقعد خلاص في دور ربع النهائي بتاعك لمونديال اليد. نتكلم برضو بلغة الأرقام للمرة السادسة في تاريخنا، فده برضو شيء يحترم طبعا. ومؤخرا تاني هنرجع نقول احنا ما كناش زمان الأفضل، لكن مؤخرا انت ابتديت شوية تشوف تألق، ابتديت شوية تشوف اختلاف في منتخب مصر لكرة اليد، لأن أصبح هناك اهتمام برضو يا كريم. أي حاجة لازم يبقى فيها اهتمام الحقيقة. حتى لو عندك البوتنشال، حتى لو عندك امكانيات رائعه جدا، بس الاهتمام لازم يكون مهم جدا، الاهتمام المعنوي، الاهتمام المادي، الاهتمام عامه من الدوله، كل ده كان متحقق فعلا في السنوات الاخيره. تشجيع من قبل كمان الجماهير المصريه اللي ابتدت تبص لهذه الرياضه، يقول لك اه كره اليد لا ده حاجه رائعه جدا. فكره ان احنا كمان 2021 استضفنا البطوله دي عندنا كان تنظيم اكثر من رائع في ظل الكوفيد والعالم كله اللي كان عامل لوك داون، انت قدرت انك تخرج ببطوله رائعه وناجحه كمان. فلا معلش كل ده بيحسب ليك وبيفرق معاك جدا. انت دلوقتي هتكون خلاص يعني بعد فكره هنا كمان اسبانيا وفرنسا والسويد، انت رفعت رصيدك كده للنقطه الثمانيه في صداره المجموعه الرابعه، وبيتوقف البحرين عند 4 نقاط، ده برده عشان حضراتكم تبقوا عارفين. مصر كده او منتخب مصر كده بيبقى موجود في طريق المجموعه. بقى هنتكلم عن المجموعه الثانيه، عندك فيها السويد، عندك فيها البرتغال، ايسلندا انا مش عايز انسى، والمجر، وتقريبا البرازيل. فبرضو وخلينا نقول نقطة مهمة، صاحب المركز الأول والتاني هم اللي هيتأهلوا لدور ربع النهائي، ونتمنى والأحلام مش صعبة
طالما في اراده في شغل بيتم على الارض ان احنا نكون طبعا منهم باذن الله. ده يحصل يا كريم لان برضو قصه ان احنا لا حلو قوي ان احنا نوصل يعني مستويات اعلى شويه مش عارف ايه، لا انا نفسي ان احنا نوصل للاول او الثاني. ف قد يكون يعني هم عموما قدها وقدود، واللي شفناه من منتخب مصر لكره اليد الفتره الاخيره مش بس البطوله دي الحقيقه بيقول ان احنا عندنا لا عندنا منتخب قوي، وان كره اليد ابتدت تاخد وضعها في الكام سنه الاخاره، وفي مليون دليل ومليون اماره على صحه هذا الكلام الحقيقه بدليل الانجازات اللي احنا بنعدها مع حضراتكم كل فتره والتانيه، وبنتكلم معاكم عن مباريات قويه جدا بيخوض من خلالها منتخب مصر لكره اليد ماتشات على اعلى مستوى مع تآيل العالم. احنا بنتكلم ايه يعني بنتكلم في الدنمارك وبنتكلم في السويد بنتكلم في دول عظمى في عالم كره اليد والبحرين. انت برضو عاملين شغل لحد دلوقتي شغل محترم فعلا شغل حلو الأرقام جدا. يعني ان شاء الله يحافظوا عليه الفتره اللي جايه باذن الله. وبالمناسبه مش بس منتخب مصر في كره اليد هو اللي مشرفنا في الفتره الاخيره، تعالوا بقى نروح لمنتخب مصر لرفع الابطال او زي ما الجماهير المصريه بتسميهم الاوناش المصريه. حقيقي لو ركزنا هنلاقي ان احنا عندنا عناصر قويه جدا وعندنا مواهب قادره على صنع انجازات يعني كثيره. منتخب مصر لرفع الاثقال بعد مشاركته في البطوله العربيه اللي اقيمت في سوريا حقق 105 ميداليه متنوعه بواقع 72 او 73 ميداليه ذهبيه، 30 ميداليه فضيه وثلاث ميداليات برونزيه. المشاركه دي بتعتبر محطه اعداد لبطوله العالم في البانيا اللي هتقام ان شاء الله في شهر مارس المقبل، واللي بيحصل ده بيؤكد ان مصر بالفعل زاخره بالمواهب في رياضة رفع الأثقال اللي بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية بشكل عام، وطبعا الاستعداد الأمثل للبطولات المقبلة. دول نموذج للي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم فيه قبل كده أنا ونهواد أكتر من مرة في أكتر من حلقة، فكرة إن احنا عندنا أبطال يعني في بعض الأحيان وفي مجالات معينة في الرياضة يكادوا يكونوا بيعانوا من انعدام تام للموارد وانعدام تام لاي شكل من اشكال الدعم. احنا بنتكلم على رياضات بعينها اللي بيلعبوها او اللي بيمارسوها بيحتاجوا حتى على صعيد الاكل بس والتغذيه، ناهيكم عن المكملات الغذائيه والاشتراك في النوادي الرياضيه، دي ميزانيه كبيره. فالناس دي من غير حاجه بتحقق ده، امال نرجع ونقول لو الدعم اتوفر هيحصل ايه؟ بالظبط. طبعا في اسس لازم تكون موجوده، بس فكره هنا النقله اللي احنا بنتكلم عنها حقيقي نقله نوعيه في الرياضه المصريه بلا شك. بتتكلم على المستوى الفردي، بتتكلم على المستوى الجماعي، حاجه محترمه جدا. ابتدت فعلا الاتحادات تشد حيلها شويه، ابتدى يبقى في شويه سبونسرز موجودين، الفكر ابتدى يختلف. دلوقتي بقينا بنستعين بالابطال بتوعنا الرياضيين، مش لازم الاولمبيين بس بالمناسبه، الابطال بتوعنا الرياضيين عامه في الاعلانات في الحاجات اللي زي كده. فابتدى السبونسرز برضو يعملوا وعي للمجتمع، ابتدى الطفل الصغير يقول لك هو مين ده بطل في ايه، انا عايز ابقى زيه، مش بس كره القدم. ولكن نرجع نقول برضو اكيد بالبوتنشال اللي موجود زي ما تقال النو هاو بالاصرار اللي عند اللاعب المصري اللي برضو بيختلف، لان تاني هنرجع نقول وده شفناها ده مش كلام، اقل الامكانيات مع موهبه بتقدر ان انت تحقق حاجات كبيره جدا، ما بالك فعلا زي ما كريم بيقول لما يبقى في كمان اهتمام مادي ومعنوي و الى اخره، بس يعني هو موجود بس بليمت كمان اكبر، شوف ايه اللي هيحصل. فانا متفائله جدا ب 2023، واضح ان هي على النادي الاهلي رائعه لحد دلوقتي، تكمل على كده وعلى صعيد كمان منتخبات مصر مختلفه في رياضاتنا المختلفه حاجه ولا اروع. تعال نروح من رفع الاثقال دلوقتي للمنتخب الوطني للسلاح، وهنقول مبروك للبطل احمد السيد لاعب المنتخب سوري محمد السيد لاعب المنتخب الوطني للسلاح، لان هو فاز وشرفنا بالميداليه الذهبيه بكاس العالم لسلاح سيف المبارزه، ده تحت 20 سنه البطوله اقيمت في البحرين المفروض من 21 ل 22 يناير. ومحمد يعني حقق المركز الاول بعد فوزه في النهائي على لاعب استونيا بنتيجه 11-7، وللي تابع المباراه كانت صعبة جدا، كان فيها تنافسية شديدة جدا، بس العبرة باللي بيفوز، العبرة بالنهاية. وفاز فيها كمان عايز أقول لكم في دور نصف النهائي على بطل الأردن 15-9، بطل بيصنع يعني زي ما تقال كده من جديد، فبجد حاجة تفرح يا كريم. هايل. طيب نروح بقى معاكم لمنتخب وزارة الشباب والرياضة للصم اللي هيشارك بكره ان شاء الله في منافسات البطوله الدوليه الوديه لكره الصالات للصم اللي بتنظمها مؤسسه زايد العليا لاصحاب الهمم خلال الفتره من 23 وحتى 27 من يناير الجاري، بمشاركه فرق السعوديه ومصر والمغرب والمانيا، طبعا بالاضافه لمشاركه الامارات
ممثلة في نادي أبو ظبي لأصحاب الهمم ونادي العين لأصحاب الهمم. طبعا مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتنظم فعاليات كتير وأنشطة كتير الحقيقة بتهدف كلها يعني ومن ضمنها أكيد هذه البطولة إلى إبراز رياضات أصحاب الهمم وتوطيد أواصر التعاون بين الصم من مختلف دول العالم. البطولة دي بيشارك فيها 6 فرق رياضية، هي نادي الصم في الرياض من المملكة العربية السعودية، فريق وزارة الشباب والرياضة للصم بجمهورية مصر العربية، جمعية تواصل الإدماج للصم من المملكة المغربية، نادي جي اس في دوسلدورف من جمهورية ألمانيا، ونادي أبو ظبي ونادي العين لأصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية الشقيقة. كل التمنيات ليهم بكل النجاح والتوفيق إن شاء الله. جميل إنك تسمع حاجة زي كده، ولفئات عندنا رائعة وموجودة وبتمثل فئة كبيرة جدا في أو عدد كبير جدا في أي مجتمع، الاهتمام بيهم على كل الأصعدة على كل النوعيات. يعني احنا مش بنتكلم بس الصم، بنتكلم حالات مثلا ذهنية أو قصار قامة، بنتكلم على كل الليفلز أو كل المستويات. دي حاجة تشرف، حاجة تأكد لك إن أنت في دولة بتتطور، في دولة بتحترم الجميع، في مجتمع وإن كانت ثقافته زمان مختلفة شوية فيها عدم قبول الاختلاف، دلوقتي انت بقيت مجبر لان ثقافتك تتغير، لان كان في زي ما يتقال كان لازم القرار يجي من فوق، في قرار من القيادة السياسية ان الكل يبتدي يركز مع الفئات دي. مفيش حاجة اسمها فئات مستضعفة. فاكر يا كريم زمان كان يقولك الفئات المستضعفة، كانت المرأة منهم بالمناسبة. مش عارفة ازاي مهيضة الجناح، كانت المرأة مهيضة الجناح، وخصوصا ازاي كانوا حاطيننا يعني خصوصا على صعيد الرياض الفئات المستضعفة. بس على كل حال احنا مش زعلانين، احنا دلوقتي في النهارده وضع مختلف تماما على كل الأصعدة، حاجة فعلا تشرف، فئة فعلا جميلة، ربنا يوفقهم. وبيجيبوا لنا كمان ميداليات وبيجيبوا لنا بطولات وبيشرفونا في البارالمبيكس وحاجات يعني جميلة، ربنا يوفقهم يا رب بإذن الله، كل الدعم ليهم من المجتمع والقيادة السياسية ومن الاتحادات المختلفة. نفرح حضراتكم تاني ونروح للاتحاد المصري للريشة، الطايرة اللي حصل على شرف تنظيم بطولة إفريقيا للكبار، والمقرر إن هي هتقام في شهر فبراير هذا، عفوا العام القادم يعني 2024. المفروض ان البطوله دي هتكون من ضمن البطولات المدركه ضمن اجنده الاتحاد الدولي المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه، طبعا يعني باريس اللي هتقام في باريس 2024، حاجه جميله جدا ان شاء الله نحضرها بقى ونكون موجودين ونغطيها كمان. وبالمناسبه خليني اقول لحضراتكم برضو مصر قامت بتنظيم بطوله مصر الدوليه، ده كان خلال شهر اكتوبر الماضي، تابعناها مع حضراتكم، كانت في نسختها السادسه بعد غياب كان عامين طبعا بسبب يعني الكوفيد او الكورونا اللي كانت متفشيه في العالم كله. وخلينا نتكلم بقى عن ابطالنا شويه، عندنا زوجي احمد صلاح وادهم حاتم حصلوا على الميداليه البرونزيه وقتها في البطوله، وكانت كمان مصر نظمت بطوله افريقيا للكبار كان خلال شهر فبراير من عام 2020. احنا بنرجع شويه بالتاريخ عشان تعرفوا حضراتكم برضو مصر قد ايه بتنظم بطولات دوليه كبيره وبيحصل فيها دمج وبيحصل فيها ميديا بتكون موجوده وانتشار بشكل كبير جدا. دي او ده تحت ملف بيندرج السياحه الرياضيه اللي احنا بنتكلم عنه تقريبا كل يوم انا وانت يا كريم، واللي هو في غايه الاهميه. فلا حاجات محترمه، بتتكلم برضو في 8 ميداليات كانت بواقع 3 ذهبيات 5 برونزيات، شارك فيها 14 دوله، فشيء اكيد مشرف، مزيد من التالق لدولتنا في استضافه بجد المحافل الدوليه والبطولات الدوليه الكبيره اللي نتمنى ان احنا نخرج منها كمان مع الاستضافه برانكينجز عاليه يا كريم او بميداليات، ميداليات يعني ذهبيه كتيره. طيب بدرجات الحراره هنروح فاصل بعدها ونرجع عشان اكيد اكيد اخبارنا لسه ما خلصتش مع حضراتكم، خليكم معانا. حاجه جميله والله العظيم، امبارح 3 جوال احلى من بعض. فعلا فعلا امبارح كان يعني مش فكره جون بتجيبه صدفه، انت بتلعب لعبه حلو في الاخر بتحرز هدف بيه، يعني حاجه بجد بجد. هنقعد معلش بقى النهارده خلينا نفرح شويه، مش هنقعد بقى يعني نعدي اخر يوم لينا، بس بجد لازم ان احنا نقعد كده نشوف تاني الاجوال ونعلق ونتكلم، وكل ده برده هيبقى في الفقره الاولى مع الاستاذ ايمن جلبرت، وهنتكلم في كل الكواليس وكل التفاصيل زي ما كنت بقول لحضراتكم. دلوقتي خلينا نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، مراسلتنا سالا حامد موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح النصر علينا جميعا، وتفضلي سامعينك.
صباح الخير يا نهاوند، وصباح النصر طبعا عليكي وعلى كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع. يمكن ابتدي الاسبوع ده يا نهاوند زي ما انت قلتي يعني بفرحه وبنصر مهم وعظيم لنادينا النادي الاهلي على نادي الزمالك امبارح طبعا بثلاث اهداف مقابل لا شيء في مباراه القمه ال 125 في الجوله ال 14 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يعني خليني ابارك لكل جمهور النادي الاهلي، الف مبروك طبعا، مباراة مهمة، ثلاث نقاط يعني مهمين كمان للنادي الاهلي في مشواره في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يمكن كانت فرحة كبيرة جدا يا نهاوند، وكانت فرحة يعني حلوة امبارح يعني موجودة في كل فروع لنادي الاهلي سواء فرع مقر النادي الاهلي بالجزيرة او فرع مدينة نصر او الشيخ زايد. يعني كنت انا متواجدة امبارح في مقر النادي الاهلي بالجزيرة، وكانت فرحة كبيرة جدا متواجدة ما بين اعضاء النادي الاهلي من الصغير للكبير، سيدات ورجال، يعني الكل كان فرحان طبعا بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك يعني في مباراة امس. يمكن امبارح كمان كابتن السيد عبد الحفيظ قال انه يعني كان الرد في الملعب، كان الرد على كل الاحاديث والتصريحات اللي كانت متواجده خلال الفتره الماضيه. من النهارده الفريق يعني هيغلق صفحه مباراه نادي الزمالك، والنهارده ان شاء الله يعني هيواصل التدريبات بشكل طبيعي. من النهارده الفريق يعني هيتمرن او هيتجمع الاول الساعه 12 الظهر، وهيتمرن الساعه 1 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه والتحدي المقبل ان شاء الله، المباراه القادمه في بطوله الدوري مباراه البنك الاهلي، واللي تقام ان شاء الله يوم الثلاث في تمام الساعه 7 مساء على ملعب استاد القاهره، ودي هتكون الجوله ال 15 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه طبعا للفريق الاول لكره القدم، وبارك تاني لكل جمهور النادي الاهلي. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى. والفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاستي ابوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، ويمكن يعني شفنا من يومين النادي الاهلي ختم يعني المرحله الاولى من بطوله الدوري السوبر لكره السله، وكانت المباراه او الجوله الختاميه كانت مع نادي الاتحاد السكندري، وفاز فيها النادي الاهلي على نادي الاتحاد السكندري في المباراه اللي اقيمت هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن ما فيش وقت، الفريق بيواصل التدريبات بشكل طبيعي، النهارده عندهم تدريب الساعه 2، وبكره هتكون اول المباريات في مرحله دور الاياب. يمكن طبعا كل المباريات اللي فاتت كانت في دور الذهاب، المره دي وبكره ان شاء الله اول مباراه في دور الاياب. بكره هتكون مع المباراه مع نادي طلائع الجيش، وتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله نادي طلائع الجيش. كمان سيدات كره السله امبارح فازوا على نادي سبورتنج في مباراه مهمه، وكانت برضو الجوله الختاميه من المرحله الاولى ودور الذهاب من بطوله دوري السوبر لكره السله سيدات، فازوا فيها النادي الاهلي وسيدات كره السله بنتيجه 81-79. ويمكن من بعد المباراه دي قرر الكابتن طارق خيري ان هو يريح جميع لاعبات النادي الاهلي لمده اسبوع من النهارده لحد يعني يوم الجمعه، وبعد كده سيدات كره السله هيرجعوا لتدريبات بشكل يعني تدريجي. ويمكن يعني المباريات كلها تكون متوقفه الفتره القادمه يا نهاوند وكريم بسبب مشاركه بعض اللاعبات مع منتخبنا الوطني في تصفيات بطوله الافرو باسكت او بطوله افريقيا لكره السله السيدات. ان شاء الله يعني هيستكملوا مباريات الدوري وفي جميع البطولات المحليه من بعد شهر من دلوقتي ان شاء الله، على شهر 3 الجاي شهر مارس هيستكملوا كل المباريات في بطوله الدوري. كمان النهارده ان شاء الله الماسترز او رجال كره الطايره عندهم مباراه مهمه في بطوله الدوري امام نادي الاتحاد السكندري، واللي تقام في تمام الساعه 4 عصرا، ودي هتكون على استاد القاهره صاله 2. كمان سيدات كره الطايره النهارده هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي الساعه 7 عشان يعني الفتره اللي جايه هيبداوا المنافسات في بطوله كاس مصر ودور ال 16 مع نادي اصحاب الجياد، وده هيكون يوم 6 من شهر فبراير القادم، والمباراه دي هتقام في مدينه الاسكندريه على صاله 2 نادي أصحاب الجياد. كمان النهارده سيدات كرة اليد هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان يوم الثلاثاء عندهم مباراة مهمة، ودي هتكون ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، وهتكون مع نادي البنك الاهلي، وهتقام هنا ان شاء الله على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي انا هوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. تاني ببارك لكم من يعني بمناسبه طبعا فوز النادي الاهلي امبارح على نادي الزمالك، الف مبروك، وببارك لكل جمهور النادي الاهلي، بشكركم جدا. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا هوند طبعا، اتفضلي. مبروك علينا كلنا يا سلا، مبروك على عيلة الأهلي، على الجماهير، على مجلس الإدارة، على اللعيبة، على المذيعين، على الباك ستيج، على كل الناس اللي بتحب
بتحب النادي الاهلي وبتنتمي للنادي الاهلي. امبارح اداء جميل جدا جدا وادانا ثقه في اللي جاي، مهم جدا الثقه كنا محتاجينها، والتوقيت كان اكثر من رائع، والمباراه كانت هي دي المباراه المطلوب منها، الفوز والاداء الجيد والكيمستري والروح اللي احنا شفناها بصراحه يعني في الملعب بالامس. نكمل بقى ونبني على كده كريم. على ذكر الروح والكيمستري، خدي فكره كده عن الصوره دي وحلاوتها والسعاده اللي مرسومه على وشوش كل اللعيبه. يعني في صوره جميله جدا. احنا نطلع بالصوره دي بقى فاصل، انا رايي كده. تعالى نروح فاصل ونسيب حضراتكم مع بعض اللقطات ونرجع نكمل. يعني عندك غيابات، عندك اصابات، عندك اللي عندك، بس تاني هنرجع نقول الاهلي بمن حضر، فانيله النادي الاهلي تقيله قوي. عندك ثلاثيه ولا اروع في لقاء القمه، ال 125 في الدوري، الاهلي هنا بنتكلم بفارق 8 نقاط عن الزمالك في الدوري في مباراه فعلا هرجع اقول تاني لهذا المصطلح ولا اروع، على راي كابتن مدحت شلبي. يعني شفنا اداء وشفت نتيجه وشفت روح حلوه وشفت جماهير بتساند وشفت كيمستري، ولا يعني ما فيش تاني زيها بصراحه، ما فيش تاني زيها. ومهما كنت في الشاشه قاعد بتتفرج على الهتافات وعلى التشجيع غير لما تبقى قاعد في الاستاد، بصراحه الموضوع مختلف تماما. الهتافات سامعها كانك قاعد يعني من الثالثه شمال قاعد سامع الهتافات عندك في المقصوره وهكذا حاجه، وتتمنى على فكره انك تبقى هناك معاهم حاجه ولا اروع. تاني هستخدم هذا المصطلح، بجد مبروك علينا وصباح النصر مره كمان. هنتكلم في كل التفاصيل، عندنا استعدادات بقى لمباراه يعني الاهلي والبنك الاهلي في الدوري، وعندنا طبعا استعدادات كمان الاهلي لكاس العالم للانديه، وانت داخل بثقه وروح مرتفعه جدا واداء يعني اعتقد يطمنك للي جاي باذن الله. خلينا نرحب بالاستاذ ايمن جيلبرتو الناقد الرياضي اللي هنتناقش معاك بقى في كل حاجه، بس طبعا بدايه الف مبروك علينا. يعني صباح الخير عليكم، مبروك علينا كلنا وعلى جماهير النادي الاهلي ولعبته وجهازه الفني والاداري والمجلس الاداره. الفكره زي ما انت قلتي كده وزي ما انت قلته في الانترو، عموما هي مش بس عشان المكسب، الاهلي الحمد لله كسب مباريات كتير، كسب الزمالك كتير، لكن التوقيت بتاع المكسب مهم جدا، النتيجه نفسها مهمه جدا، كل حاجه صح اتعملت. على ذكر كابتن مدحت شلبي اللي اكيد بنوجه له تحيه من خلال برنامجنا 10 الصبح في الاهلي، امبارح قال ايه؟ قال لك يا ليلى رد على المستبد. وهي كانت ليلى رد بما لا يدع اي مجال للشك. طبعا لا لا شفت ماتش امبارح ازاي يا كابتن ايمن؟ لا امبارح الماتش الصراحه يعني ماتش تكتيكي مهم جدا، كولر يعني فعلا ادار المباراه بذكاء. يمكن الشوط الاول طبعا كلنا اي حد كان بيتفرج على الماتش كان يحس انه ماتش مش حلو، لا مش حلو خالص، يعني مقفول جدا، او يعني كل واحد واقف مستني تاني يغلط، يعني ما حدش بياخد المبادره. بس كان الاهلي لما يعني ليه فرصتين، الواحده اللي هي بتاعت قفشه والثانيه كان في كهرباء ودي كان اوف سايد، وكان في فرصه اللي هي بتاعت اللي عدت من حمدي فتحي في اخر الشوط وخبطت في القائم ورجعت لكهرباء. كوره غريبه قوي جدا، وهي كمان مش اوف سايد، يعني يمكن هي سوء حظ، يعني حمدي فتحي لو كان بس مد رجله شويه كان استلمها وبقى انفراد. هي كانت ضعيفه شويه برضو، يعني هو ساعات كده اللعيبه ممكن في لحظه يتخض، يعني يلاقي الكوره مثلا فيتخض، اللي هو مش مصدق ان هي جت. فالنادي الاهلي عمل الثلاث فرص دول، وكان نادي الزمالك الكوره زي ما قلتوا كده هي كان ليه كوره واحده الشوط الاول اللي هي محمد الشناوي طلعها ببراعه، وهي ما نقدرش نقول هجمه لان هي تصويبه من بعيد، يعني دونجا استخدم مهاره من المهارات اللي عنده، كان محمد الشناوي تعامل معاها بذكاء. اهم حاجه النادي الاهلي عملها امبارح فكره الكره العرضيه بتاعت نادي الزمالك، دي من الحاجات اللي هم مميزين فيها جدا، حتى مع نتائج نادي الزمالك السلبيه هتلاقي الاهداف اللي بيحرزوها دايما هي من كور الثابته او الركلات الركنيه، زيزو بيلعبها لعبد المجيد مدافعهم، حتى في ماتش بيراميدز عملوها ثلاث مرات بتاع الكاس لحد ما جت جول. فامبارح النادي الاهلي دفاع النادي الاهلي تعامل بذكاء جدا مع كل الكرات الثابته نادي الزمالك، سواء خط الدفاع او حتى محمد الشناوي في الكرات اللي طلع فيها، فتقريبا ما كانش فيه خطوره خالص لنادي الزمالك. هم كانوا ودي الطريقه اللي هم بيحاولوا دايما يلعبوا بيها النادي، او فريرا بيلعب بيها النادي الاهلي في اخر مباريات، ان هو بيحاول يبقى هو رد فعل، لكن النادي الاهلي بذكائه هو بيسلمه الكوره. يعني امبارح احنا سلمنا الزمالك الكوره كتير، وقفلت زيزو تقريبا ما كانش ظاهر، امام عاشور الوحيد يمكن اللي في الزمالك كان بيتحرك، ولكن برده بيجي في حته معينه، دفاع الاهلي واقف مظبوط، واول ما كنا بناخد الكوره تحس ان احنا عايزين نعمل الكوره اللي هي ايه ورا الدفاع بتاع نادي الزمالك، لان هو عنده مشاكل كتيره جدا في المنطقه دي، لكن ما كانش فيه توفيق في الكام كوره اللي عندنا. الشوط الثاني النادي الاهلي استمر، بس كان في ضغط اكبر مع ذكاء كولر. النهارده انت في الكوره بيبقى عندك حاجه لطيفه جدا لو المنافس ساعدك،
يعني المنافس لما يساعدك ده يا سلام، وتبقى شاطر كمان ان انت تستغل. فيرير عمل تغييرتين، تغييره اللي فيها اتنين. انا ما فهمتش المثلوثي ليه يعني كويس، يعني احنا هو كويس لينا بس احنا اتخضينا من التغييره بس احنا استغربنا قلنا يعني. كويس يعني الحمد لله، لان بعديها فعلا كهربا جاب الجون. وميزه الجون بتاع كهربا لما يجي يتعرض على الشاشه هنا ان الكره نفسها كره ملعوبه، يعني دي هنا الكره بتاعه الشناوي، يعني كره صعبه جدا في توقيت مهم ان انت تتصدى الكره زي دي. لا بتدي ثقه لفريقك، لان برضو هي يعني في الاخر هي فرصه الوحيده تقريبا للزمالك. لو هنتكلم على المباراه انا ما اعتقدش الزمالك كان ليه فرصه تانية خطره اكبر من جون كهربا. الجميل في ايه؟ حسين الشحات وبيعمل الكره الطلوع حمدي فتحي، دور حمدي فتحي سلام بالسيد ده مهم جدا. وانت كنت بتتكلموا كمان في الانترو، عمل ماتش هايل امبارح بالظبط، يعني يمكن ديانج اللي خد رجل المباراه لمجهوده كبير، لكن حمدي يعني طريقه توظيف لعيب رقم 8 بالشكل ده مع كولر هي من بدايه الموسم موجوده. حمدي فتحي او عمرو السوليه اللعيبه دايما هتلاقوهم موجودين جوه ال 18 بيعملوا التكمله. ليه؟ عشان النهارده لما الناس تعمل اللي هي الديفنس بتاعهم يبقى هو بيحاول يقفل عليك الخط الامامي، فانت النهارده بتزود لعيب اللي هو بيبقى جاي من ورا لقدام كده زي ما بنقول في لحظه هو بيبقى مش ممسوك. يعني هنا في الكره دي وحمدي استلم ولعب الكره شايف كهربا، الضغط اكتر كان على قفشه، فده برده ذكاء من كولر بصراحه. بالظبط، فهو النهارده اتحرك لقدام استلم الكره ولعبها بذكاء جدا لكهربا اللي كان واقف متمركز بشكل سليم وحط الكره في الجون. حمدي فتحي كمان في الجون الثاني بتاع محمد شريف هي طبعا خبطه فيه، يعني مش هنقدر نقول ان حمدي فتحي بصاب، بس هو تمركزه وان هو بيعافر على الكوره مع مدافع نادي الزمالك خلاه يغلط وراحت الكوره لمحمد شريف اللي حطها جوه. فالنهارده انت بتتكلم عن توظيف لعيب اللي هو مركز 8، وخصوصا ان حمدي فتحي كمان كان مصاب اصابه قويه في المباراه اللي قبليها وكان في شكوك ان هو يقدر يلعب، لكن يعني تحامل على نفسه مع الجهاز الطبي عملوا جلسات وزي ما شفنا في الصور من اول لحظه كمان بالظبط. وعمرو سليم مصاب ومروان شويه اللي نزلهم عمل فيهم اداء مميز جدا، لكن في الاخر هو لسه يعني لسه جديد مع الفريق. فحمدي فتحي ما شاء الله عليه. الدور بقى عايزين يعني نتكلم برضو على الدور بتاع علي معلول. علي معلول يعني مش قائد بس برضو، خلي بالك يعني انت قلت في الانترو حاجه مهمه انه فعلا قائد طبعا. علي معلول فعلا امبارح اللقطه اللي وقع فيها محمد كهربا وهو اللي لم الفريق كله وقعد يديهم توجيهات يعني ويجيب التاني والتالت. لا لعيب خبره، لعيب مع الفريق بالظبط. الصوره دي اللقطه اللي انت بتقول عليها بالظبط دي هنا بتبين لك حاجه انت قلتوها في الانترو، فكره ان كان في مش الموضوع مش بس اداء، في روح، في اللعيبه خايفه على بعض مع بعض، تحس ان في يعني رجعوا الجامعه، محدش عايز ينفرد، محدش عايز ياخد اللقطه دي. كنا بنشوفها بصراحه كانت غايبه تماما، وهو ده كان عامل من العوامل اللي فعلا كسبتنا امبارح بالاداء الجميل. يعني الكره فيها كل لازم الحق يقال يا جماعه بالظبط. اللعيبه لما بتحس يعني في بعض الاوقات كان مفيش توفيق. اتكلمنا فاكر ماتش سموحه، كنا اتكلمنا بعد ماتش سموحه. فالنهارده لما بنقول على بعض الاخطاء لما اللعيبه كمان تحس بيها بيبقى جميل جدا ان هم بيصلحوا من نفسهم وبيرجعوا. شفنا بعد كده الامور دي تغيرت في ماتش بيراميدز لما جينا هنا برضو حللنا ماتش بيراميدز، النهارده في ماتش الزمالك. فلا يعني امبارح انا كنت بقول في الانترو بتاع حلقه النهارده ان انا للحظه امبارح علي معلول اداني احساس ان هو بيلعب مع منتخب تونس في كاس عالم مثلا. لا يعني كميه يعني مش خلي بالك اي لعيب يعني طبيعي لازم يبقى عنده انتماء للنادي اللي بيلعب معاه، بس امبارح كان بيلعب بنزعه وطنيه، يعني فاهم قصدي؟ عدى بقى مرحله انتماء لنادي انت بتلعب فيه. لا علي معلول هو فعلا واحد يعني انت تحس ان هو واحد مننا بالظبط، يعني هو مش مجرد محترف. وديانج حتى ديانج كمان من اللعيبه، يعني في لعيبه بتقعد معاك سنين انت نفسك حتى هم اجزاء جيلبرتو تعامل معاهم كمصريين انيس بوجلبان واحد لعب معاك تونس لعب معاك كام سنه لحد النهارده بدر بنون لما كان معانا يعني برضه كله يعني بصراحه. بس اقصد ان يعني علي معلول فعلا يعني انت احنا ناس كتير من جمهور النادي الاهلي مستنيه لحظه ان هو اعتقد يستحق ان هو يكون اول لاعب اجنبي يرتدي شارط قياده النادي الاهلي في مباراه رسميه. نتمنى يعني طبعا احنا عارفين الترتيب في النادي الاهلي واحترام الترتيب والاعداميه في النادي الاهلي، لكن وارد ان هو في اي ماتش او حتى يجي في يوم من الايام لعيبه النادي الاهلي هتبقى بتكرمه بيها، هو فعلا يستحق يكون طبعاً اول لاعب اجنبي في تاريخ النادي الاهلي يلبس الشاره. ممكن نتكلم كمان عن خالد عبد الفتاح، ده المفاجاه بتاعتنا طبعاً كلنا طبعاً. يمكن كنا بنتكلم ان المفاجاه مش ان هو يظهر، يعني طبعا هو يظهر بشكل كويس، هو صفقه يعني في الاخر جاي النادي الاهلي ده طبيعي، لكن طبعاً الفكره كلها ان اول مباراه ليه نادي الزمالك كاساسي بيلعب في مركز تقريبا مش مركزه، لان كلنا توقعنا ان اللي هيلعب في المركز ده محمد هاني، لان محمد هاني لعب كتير مع النادي الاهلي مساك ولعب كتير جنب رامي ربيعه، ف
فالطبيعي اي حد فينا لما تقول له هيروح لهاني عندنا هيروح لمحمد هاني طبعا. لكن كولر النهارده برضو دي حته فيها ذكاء، وازاي التعامل النفسي والفني والتفكير في المباراه. هو ما حبش يخسر مركزين زي ما قلنا كده، ان خالد عبد الفتاح ممكن تكون اول مباراه ليه، وارد لسه برضو كباك يمين مش ما لسه ما خدش على الشحات لسه طريقه الكروسز بتاعته مثلا، ولو كان اخفق كان هيبقى عذره معاه، فهو حطه في مركز صعب لكن هتلعب هنا مساك. بس السؤال بقى ايمن، لان ده برضو تردد وكنا بنسمعها امبارح يعني واحنا قاعدين، ناس كانت شويه قالت لك طب انت بتلعبه، احنا طبعا طالما اسمه موجود وادرك في قائمه النادي الاهلي فهو اكيد على قدر المسؤوليه، لكن الناس كانت مقلقه شويه وعندها تخوف ان هو اول مره يشارك في القمه او ماتش القمه، فده انت بتشوفه ذكاء من كولر ولا كمان مع ذكاء كولر هو جاي من يعني شطاره عبد الفتاح في حد ذاته، لان خلي بالك برده مش اي لاعب يقدر ينزل واول طبعا مباراه ويحقق اداء كويس ويبقى في كيمستري ما بينه وبين لعيبه كويس، ده اكيد في كان تدريبات وماتشات وديه وحاجات زي كده كانت هي دي اللي بتوصلك في النهايه ان طبعا انت عندك لاعب جاهز خلاص حتى لو اول مباراه. صح، يعني ممكن نعملها ميكس من الاثنين، هو كولر شاف ان الراجل ده هو على قدر مسؤوليه، اكيد شافه في التدريبات، اتفرج عليه في ماتش سموحه اللي النادي الاهلي اتعادل فيه مع سموحه 0-0، هو حس ان هو كلاعب يقدر على قدر مسؤوليه يعني النهارده. وللامانه هو يعني خالد عبد الفتاح امبارح احنا بنتكلم على الكور اللي فقدها، وما فقدش تقريبا غير كورتين بنقول اللي هي البول لوست، اثنين منهم واحده بس اللي كانت تحت ضغط، فده رقم جيد في مباراه طبعا قمه للاعب اول مره بيشارك في مركز مش مركز معتاد عليه. الكره الثانيه عنده كانت مميزه جدا، البول ريكفر ان هو بيقطع الكره العكسيه البلوك عنده، يعني عمل امبارح كل حاجه كويسه طبعا في هذا المركز. هو كولر ليه فكر يعني ثاني، احنا بنقول انا بشوف الراجل ده ذكي جدا، مش بيلعب عشوائي ابدا، التبديلات بتاعته حتى لو احنا مش فاهمينها، حتى لو متاخره، حتى لو قول اللي انت عايزه، الراجل ده عارف يعمل ايه كويس قوي، بيحط كل لاعب فين، فدي تحسب لكولر طبعا بصراحة. يعني امبارح كولر تفوق على فيريرا، خلينا نقولها بهذا الشكل، مدير فني لمدير فني في تفوق وملحوظ بشكل كبير طبعا. هي في الكوره كده دايما، في الكوره يقول لك ايه، انت بتحضر المباراه ولازم تلعب على كمان خط، يعني في الكوره لازم هنلعب على الخطا بتاع المنافس، ما فيش حد ايه يعني، هو برده فالنهارده هو درس المباراه بشكل كويس للمره الثانيه، بيلعب جيم كويس جدا امام نادي الزمالك، في نفس الوقت واستغل النهارده ان المدرب الفريق المنافس اخطا في تقديراته، فالنهارده هو لعب على الحته دي بشكل كويس. محمد هاني محتاج من اللعيبه اللي محتاجه تاخد برده حقها، لانه تم انتقاده كتير من منذ اصابه اكرم توفيق، ومحمد هاني عامل اداء مميز صحيح، وداخلين على كاس عالم انديه، ودايما حتى جمهور الاهلي ليه كده حاجه يقول لك محمد هاني في كاس عالم الانديه بحاجه مختلفه يعني بنتمنى ان على طول محمد هاني، فهو الفتره الاخيره مدينا الاحساس ده، فكويس ان كل اللعيبه اغلب اللعيبه كانت في حالتها الطبيعيه، دي حاجه كويسه مع بقى الاستشفاء الفتره اللي جايه، لان الضغط كبير. انا انا عندي احساس وعندي شبه يقين ان علي معلول وهو بيلعب امبارح ما مش فات 100% تعبان يعني، بس لانه زي ما انت قلت كده راجل وعنده خبره وبيعرف ازاي يوزع مجهوده. حمدي فتحي اكيد تحمل على نفسه عشان خاطر يلعب المباراه دي، عشان النقص العدد الكبير اللي موجود، احنا يعني برضو بهدوء خالص، المنافس لما بيفقد 2-3 لعيبه بيتكلموا عن غيابات، احنا النهارده النادي الاهلي امبارح عنده بنتكلم في تقريبا في 9 لعيبه مش طبعًا موجودين، وممكن يبقوا اكتر كمان يعني تقريبا يبقوا اكتر كمان، وبنتكلم في خط الدفاع بس كله كان بيلعب امبارح كله كويس اداء رجولي، فده اللي بنتمناه على طول. امبارح كان في لقطات كتير الحقيقه تستحق ان احنا نقف قدامها كده ونحاول نتاملها ونشوف المعاني اللي هي بتحملها بين طياتها، الروح الحلوه، نكران الذات، ايثار الغير. امبارح كان في اكتر من لقطه الكهرباء، يعني مبدئيا كده اللقطه اللي كان وهو خارج بيبدل فيها مع محمد شريف وهو بيقولها له بيقين يعني منقطع النظير، هتجيب جول هتجيب جول، وبعدين لما جاب الجول فعلا جول رقم 50 ليه، وكان بيحتفل بالتيشيرت اللي مكتوب عليها 50 جول محمد شريف، يعني كان كهربا رايح معاه، وبس تحس ان في كسر من الثانيه ادرك ان ده فعلا الهدف رقم 50، فرحه عارمه يمكن اكتر بكتير من فرحه محمد شريف نفسه بالجول. دي الروح اللي احنا متعودين عليها في النادي الاهلي، اجيال النادي الاهلي كلها هم دايما طول ما فرقه النادي الاهلي ايد واحده، طول ما هم بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض بيحمسوا بعض، زي ما لقطه علي معلول دي اهميتها في ايه، مش اهميتها ان لعيب بيجمعهم لا،
هو مدرك ان انت دلوقتي كسبان 1-0 في طاقه، تعالوا احنا ما ينفعش مثلا نفقد تركيزنا، ناخد بالنا ان نادي الزمالك مثلا اكيد بعد الجون ده هيبتدي يضغط عشان يتعادل. ليه؟ لان معلول اتحط في مواقف كتير النادي الاهلي مثلا كان بيتقدم فيها امام نادي الزمالك والزمالك مثلا بيرجع يتعادل، فهو بيفوق اللعيبه. فدي مهمه جدا. محمد الشناوي امبارح هو بيتكلم عن انه ازاي الايام اللي فاتت دي كلها اللعيبه بتتجمع وبيتكلموا في ظل برضو تصريحات كتير بتتكلم على لعيبه الاهلي واصل بيعملوا واصل مش عارف السحر وايه، فالكلام ده ما طبيعي يعني بنتكلم دي ولا لا والله. وكهربا النهارده على فكره كهربا امبارح، يعني نشوف كهربا امبارح ونفتكر كهربا في اول مره لما لعب مع الاهلي السوبر كان نزل بديل وقت ما كان فايلر كان سوبر في الامارات، كان وقتها نازل لعيبه الزمالك قدرت تستفز كهربا وتخرجوا شويه عن شعوره في الوقت. كان كهربا امبارح وبيبتدي اساسي وطبيعي جدا ان الجمهور المنافس كهربا بقى في ليفل تاني. خلينا نقول والله كهربا انت في ليفل تاني، يعني هو طبعا صديقنا يعني ونعرفه طبعا على المستوى الشخصي، وبنقول لك مش مجامله انت بقيت في ليفل تاني. يمكن الغياب الفتره دي مش هنخش الاسبابها، بس عدم وجوده على الساحات الملاعب في الفتره دي بجد رجعت لنا كهربا بشكل تاني. كهربا المحترف بجد، الاداء والفكر والاصرار والتركيز والمسؤوليه وكأنه ما كانش غايب اصلا. صح، محدش ودي مش اي حد ممكن لعيبه عالميه ما تعرفش تعمل ده على فكره. يعني دي من الحاجات الكويسه في كهربا اللي هو يستغلها يبني عليها للفتره الجايه. لعب امبارح ما استفزش خالص، كان بيلعب بكل هدوء. شفنا ليه لقطه مع امام عاشور، شفنا ليه لقطه مع فيريرا بيحتفل بالهدف بتاعه بشكل جميل. فالنهارده دي كلها من الحاجات اللي هي تقول لك ان لعيبه النادي الاهلي مركزه ومع بعض. في ضوء بقى اللي انت شفته الفترة الأخيرة بشكل عام وماتش امبارح بصفة خاصة، إلى أي درجة أنت مطمئن على مشاركة النادي الأهلي في النسخة دي من كأس العالم للأندية؟ نقدر نقول يعني من 70-80% كمان. يعني. طبعا كجاهزية، لا يعني يمكن حتى كولر امبارح في المؤتمر لما البعض سألوا على الصفقات والمهاجم وكده قال لا يعني لسه معانا وقت، بس أعتقد الوقت خلاص يعني القايمة اللي موجودة دلوقتي أغلب الظن هي اللي موجودة في كأس العالم للأندية. لا الفرقة كويسة واقفة على رجليها، هي أهم حاجة بس احنا الضغط عندنا ضغط الماتشات كبير. يعني في أوروبا مع احترامي للناس اللي بتقول في أوروبا بيلعبوا كل 3 أيام وكل يومين الوضع مختلف والأجواء مختلفة وطريقة لعبهم لكل 3 أيام ماتش مش زي عندنا. يعني ما بيبتدوش حياتهم الموسم ما بيبتديش عندهم انهم بيلعبوا كل 3 أيام ماتش، ده بيلعبوا شهر لمدة شهر تقريبا ماتش كل أسبوع لحد ما يوصلوا للضغط. بعد كأس العالم حتى لما رجعوا ما رجعوش على ضغط على طول، خدوهم بالتدريج، وفي دوريات دلوقتي عندها اجازات كانت. فاحنا عندنا بنبتدي 3 أيام كل 3 أيام ماتش. كابتن سيد حفيظ امبارح يعني وهو مع مراسل القناه الناقله للماتش هو بيكلمه على اللعيبه ودينا لعيبه تقول تصريحاته بتاع، فقال له انا احنا كسبنا والدنيا لطيفه بس انا عندي المشوار. احنا النهارده بنتكلم احنا بعد بكره عندنا ماتش وكلام على فكره برضو موزون زي ما بيتقال جدا وكلام صح. يعني احنا طبعا لازم نفرح بشكل مبالغ فيه شويه، ده ماتش او مباراه قمه زي ما بيتقال، بس انت لسه بدري جدا يعني مباراه البنك الاهلي مهمه جدا ما هو ده بقى اللي احنا يعني بس مباراه البنك الاهلي هتبقى اخر مباراه بقى قبل كاس العالم للانديه، فبرضو هتعتبر مباراه مهمه للغايه لان هي هتدخلك برضه بثقه عاليه وبروح معنويه مرتفعه. والبنك الاهلي ما هوش برضه فريق يعني قليل ابدا، البنك الاهلي كمان نتائجنا معاه مش لطيفه يعني مش عايزين نقول كده بس هو بيبقى في فرق ليها قرف معينه. أيوة يعني كده برضه يعني ملهاش علاقه بمره من يعني ثلاثه هي قرفه فريق مع النادي الاهلي بالظبط كده. بس انت عندك برضه صفقات جديده وحاجات زي كده، فهي دي فرصه ماتش البنك الاهلي فرصه ان في لعيبه ممكن تريح لعيبه ثانيه تاخد قبل كاس العالم للانديه بحيث نروح كاس العالم الانديه ومعانا الفرق معانا اللي عايز بقى يحط في الجدول الماتشات زي ما هو عايز واحنا براحتنا. في رايك ممكن يبقى في فرصه لوجود مفاجاه فيما تبقى من الدوري؟ يعني احنا دلوقتي بعدنا بالفارق عن اقرب منافسينا، هو احنا دايما بنحسب خلي بالك مع الزمالك يعني، بس حاليا الواقع ان احنا فيوتشر اربع نقط فيوتشر بيراميدز الزمالك بس لان طبعا ده الطبيعي ان في فرصه لاي مفاجات غير متوقعه ممكن تحصل الفتره اللي جايه. نتمنى واحنا في كاس العالم للانديه، اعتقد لسه في مباراه للزمالك مع فيوتشر دي المفروض ان هي مباراه قمه لان فيوتشر في المركز الثاني بينافس نادي الزمالك هيبقى عايز يعوض الفرق، فدي نتمنى ان نتيجتها واحنا في كاس العالم للانديه تبقى ان الزمالك يعطل فيوتشر يعني او الاثنين يعطلوا بعض يا كريم يعطلوا بعض يعني. في برضه الزمالك اعتقد هيلاعب فاركو
برضو مباراه وارد يعني في الزمالك يلعب في كذا مباراه نتمنى واحنا في كاس العالم للانديه النتائج كلها تبقى مريحه لان انا عارف احنا نرجع من كاس العالم للانديه في دوامه ثانيه دوري ابطال افريقيا هيبتدي مع ماتشات الدوري هيتحط لك كاس نهائي كاس عندك نهائي كاس مع بيراميدز لسه مش عارف هتلعبه امتى غير يعني ففي معجنه كده زي ما بنقول كده معجنه كرويه. بص انت عندك محليا وعالميا وقريا انت داخل على مسؤوليات كبيره وسوفر لو انا قلت لك تعالى كده ندي مثلا من 10 استعداداتنا محليا كم من 10 سو فار انا بتكلم لحد الان بنتكلم 7 من 10 طيب 8 من 10 قاريا قاريا ممكن نقول ان هي من 6 ل 7 من 10 لان برضو عندنا بعض النواقص شويه انا بتفق معاك يعني بس يعني لو خلصت يعني ممكن في ال 10 ايام دي ان شاء الله نخلص الكام حاجه اللي ناقصانا يمكن مروان عطيه من الصفقات المميزه جدا ما كنا محتاجين لاعب في هذا المركز والاداره وفرته خالد عبد الفتاح بعد طبعا اصابه الثنائي كريم فؤاد واكرم توفيق فوجوده مهم جدا طبعا كريستو لعيب من يعني مواهب الصاعده في افريقيا لعيب مميز توقع له حلو او اداء يبقى كويس في الفتره كمان اللي جايه كام دقيقه اللي ظهر فيها يعني بتقول ان هو لعيب مختلف ولعيب مميز وعنده حلول بس هو برضه لعيب صغير ومع الوقت يعني هياخد مع الوقت فهي طبعا الناس كلها وكلنا بنتكلم ان الصفقه المهاجم الاجنبي اللي بنتكلم فيه كلها فاحنا مستنيين طبعا ان شاء الله مجلس الاداره ولجنه التعاقدات تخلص القصه دي ونبقى داخلين افريقيا بشكل مختلف لان بطوله مهمه دوري ابطال افريقيا طبعا التركيز اكثر يعني بالنسبه للجمهور النادي الاهلي مع الدوري لان الدوري النادي الاهلي مش يعني بيبقى في ازمه شويه عند الجمهور لما بيفقد الدوري اكتر من مره بشكل متتالي فالتركيز مع ده لكن دوري ابطال افريقيا ستيل مهمه لان كاس العالم ادينا زي ما احنا شفنا اهو احنا كنا نايمين لا ليفل تاني بقى لا وكنا نايمين صحينا لقينا نفسنا بنلعب كاس عالم انديه بمجرد ان احنا تاهلنا فاينل يعني يعني ده قدر يعني ربنا عوضنا بالمناسبه شايف فرصنا واصله لفين في كاس العالم الانديه واحنا هنا بقى بنتكلم على ليفل تاني مستوى تاني بتلعب مدارس كرويه مختلفه بتلعب كواليتي لعيبه مختلفه فاحنا مطمنين للي حاصل حتى هذه اللحظه محليا طب قاريا بقى وكاس عالم الانديه شايف ايه؟ انا اتمنى ان زي ما قلنا كان هي المفاجاه الحلوه اللي حصلت لنا في اواخر 2022 دي بتاع كاس العالم للانديه لان فعلا كل الدماغ ان البطوله كانت بنسبه كبيره ممكن ما تلعبش بس الفيفا بيحب كاس العالم للانديه لان هي بطوله بالنسبه له كده زي ما نقول ايه دهب يعني بطوله بتبيض له دهب فهم دايما حريصين ان هم ينظموها وكان في كلام اقرب للامارات فلو كانت في الامارات ما كناش هنشارك لكن لما تلعب في المغرب دي كانت حاجه جميله جدا وفرصه لينا في كاس العالم للانديه لا احنا الطريق بتاعنا كويس يعني وحتى لو ان شاء الله انت يوم ما هتلعب ريال مدريد في السيمي فاينل دي برضه حاجه كويسه مش ما يعني مش لازم فلامينجو ممكن يبقى بس طبعا نوصل يعني للسيمي فاينل بس لو لعبت ريال مدريد في السيمي فاينل ده هيبقى احتفاليه كبرى لان انت النهارده تلعب ريال مدريد في مباراه رسميه وهتبتدي بقى تستعيد ذكريات مباراه القرن بتاعه 2001 والعلاقات اصلا اللي بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد علاقات مميزه جدا في كل الاصعده فلا مباراه احنا كلنا المقررات عالميا بتكون ما بينهم هم الاثنين عدد الجوائز يعني ريال مدريد هو النادي الاكثر تتويجا او الاكثر نجاحا في العالم للنادي الاهلي كان واخد التايتل ده من اول 2015 لحد ما ريال مدريد رجع عدى تاني بالبطولات الاوروبيه اللي بياخدها فلا هي مباراه هتبقى حلوه جماهيريه وتسويقيه صحيح. وفنيه طبعا. وكل حاجه ففرصه ان طبعا اوكلاند سيتي من الفرق اللي هي على طول مشاركه في كاس العالم للانديه بس مش الفرق السوبر يعني. يعني ففرصه ان احنا نقدر يعني نتجاوز ان شاء الله الفريق الامريكي يعني الميزه في القرعه ان انت ظبطت ان انت مش هتلعب الوداد صاحب الارض طبعا فبتبعد عن الجمهور الهلال السعودي طبعا كان هينزل معاك هو دماغه الاربعه طبعا فانت دماغه الاربعه ما بينساش ولا هم بينسوا بالظبط فايه فكويس برضو ان ايه ان القرعه جنبتك ماتش كان هيبقى تقيل يعني كان هيبقى شرس والهلال السعودي يعني فريق تقيل وصفقات وعنده لعيبه مميزه وهينزل بالفريق طبعا السعوديه كلها هتبقى بتسخنهم على الاربعه فطالما انت بتلاعب فريق يعني طبعا فرق امريكا الشماليه فرق برضو الستايل بتاعها الفني بيبقى مختلف اللعيبه بيبقى عندهم سرعات ولكن مدرسه مختلفه برضو يسهل او تقدر تتعامل معاها نتمنى
هتيجي بقى ماتش ريال مدريد ده بقى وقتها هنحلها ألف حلال. بس مهم جدا ان احنا نكسب اول ماتشين لان تواجدك في السيمي فاينال كاس العالم للانديه وقد يحدث يعني ايمن بنسبه كبيره ان شاء الله كبيرة بنسبه يعني. كبيره لان التواجد في كاس السيمي فاينال كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي ده هيبقى حاجه ما حصلتش في تاريخ افريقيا. طبعا الانجازين الوحاد لافريقيا لو بنتكلم كانجازات كبرى مازيمبي ده كان يعني وقتها طريقه مختلف والرجاء وقتها برضو كان بنتكلم انه بيلعب على ارضه ووسط جماهيره والامور كانت معاه طيبه لما وصلوا للفاينل يعني. فالنادي الاهلي فكره ان هو يبقى موجود في السيمي فاينل المره الثالثه احنا ضامنين تشجيع يعني اخواتنا وحبايبنا المغاربه لاي ماتش ما يكونش فيه الوداد يعني. طبعا لا لا كمان هاشتاج كمان كريم يعني فاكر اللي هم عاملينه دعم للنادي الاهلي ردا على فكره وقوف مصر بما ان النادي الاهلي بيمثل مصر يعني وردا للجميل في كاس العالم. الجمهور المغربي جمهور كبير جميل احنا كلنا بنعمل ده من قلبنا صح. يعني المصريين ما كانوش بيشجعوا المغرب عشان حد يبقى اخد لقطه او حاجه بجد كنا من قلبنا نفسنا كدوله بالزبط. عربيه تفوز بالزبط. يعني بالظبط وكان هم نفسهم يعني انت بتفرح يعني احنا دايما بنفرح للعرب ودايما بالزبط. بنفرح للافارقه اللي في الاخر انت ضمننا فاي انجاز ليهم بيبقى لينا. تعالى بقى نتكلم شويه كده في كام حاجه برضو سريعا. يلا بينا. التحكيم كان عندنا فيه بعض الكلام كتير جدا وملف لا ما انا هقول لك على امبارح. امبارح كان حكم سلوفيني يعني ما احنا هنعترض على الاداء كمان. لا لا بس امبارح كان التحكيم يعني طاقم سلوفيني يعني وكان جيد جدا ما كانش فيه اعتراضات. ما ده اللي انا كنت عايز اقوله ان انت برضو فكره اللجوء دايما للحكام الاجانب في المباريات اللي بتبقى كبيره هل ده بتشوف لصالح التحكيم المصري ولا لا؟ وهل احنا ممكن نوصل لمرحله ان ما نضطرش نلجا لتحكيم اجنبي ونكتفي بنزاهه التحكيم المصري اذا تم تحديث او يعني احداث تطوير في هذا الملف؟ ده في ايد التحكيم المصري يعني في ايد الحكام المصري. احنا عمرنا ما هنشكك في زمام حكام مصري طبعا يعني دي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها لكن مستوياتهم الفنيه فيها مشكله. بيتاثروا وارد بتصريحات بيتاثروا بالخناقات ساعات ينزلهم تنشينين يعني في اوقات كتير بنشوف الحكم المصري بيروح يحكم مباراه مثلا خارج مصر او في بطوله بيظهر بشكل جيد. لكن هم هنا في مصر هم عندهم اخطاء والاخطاء مش في مباراه الاهلي بس. طب هو ايه اللي حصل خلى ان في عوار في الملف ده في الكام سنه اللي فاتت؟ انا وجهه نظري ان يعني ما بياخدوش كورسات تعليميه يعني كبيره ما بيتثقفوش كويس او يعني كل حكم بيبقى محدش تدارك ده في السنين اللي فاتت. لا لا اللي احنا شايفينه ان كل الناس اللي بتمسك لجان التحكيم كل دماغهم في الرد يطلعوا في التلفزيونات يردوا على تصريح فلان تصريح علان او ينفوا اتهام لا اصل الحكم ادى لا اصل الحكم عمل لا. فالنهارده طب هل الحكام بتتعلم؟ هل النهارده فين؟ هل في محاسبه مع التعيب؟ يعني احنا بنتكلم الاخطاء التحكيميه وورلد وايد في العالم كله طبعًا. مقبوله لنسب 10% زي ما بيتقال بس انت لما بتعلى عن كده بيبقى في ازمه. كلايتنبرج لما جه تحدث ان في ازمه حقيقيه في التحكيم في مصر بكم الشكاوى اللي راحت له قلنا ده قبل كده الاجتماعات الدوريه اللي هو بيعملها والتصريحات اللي بتطلع من خلالها يعني عن طريقه برده مش مبشره قوي ان لسه في نقله نوعيه لسه محتاجين شغل كبير جدا. فهي دي النقطه اللي شويه يمكن بتزعلنا ان احنا نفسنا كمصريين على فكره يبقى في حكام بجد نازلين بيطبقوا القانون بنسبه كبيره ما يبقاش في اخطاء غير الاخطاء المقبوله عالميا النسبه بتاعتها يبتدي الحكام بتوعنا يروحوا يشاركوا في محافل دوليه وبطولات دوليه بالظبط ده لصالح الكره المصريه بالزبط. احنا يعني اكتر ناس هنستفيد والامانه بقول يعني بعيدا عن ماتشات النادي الاهلي لا احنا في ماتشات تانية في الدوري بيحصل فيها اخطاء غريبه يعني اخطاء صعبه فهنا دي بتبقى مشكله. فانا اتمنى النهارده الحكم شفنا حكم اجنبي في مباراه بيراميدز الاهلي وبيراميدز كان حكم الحكم نهائي كاس العالم والنهارده كذا كره فيها شك ومحدش بيعترض صحيح. امبارح في مباراه الاهلي المباراه محدش حس بيها حتى الانذارات اللي اتاخدت حتى يعني محدش حس بالماتش. فالنهارده في بعض الحكام المصريين اداروا القمه في الفتره اللي فاتت يعني ما كانش فيه كوارث بس برضو الناس طول ما الحكام بشكل عام ادائهم مش جيد جدا في المباريات حتى هيفضل عدم الثقه دي موجود طول ما فيش يعني مع كلاتنبرج اعتقد واللي برضو التسريبات اللي بتتقال والتقارير في حكام بتتعاقب يعني ما برضو مش شرط اصبح في حكام في الى حد ما بتحاسب نتمنى ان الحكام دي لما بتعاقب مش معناه ان انت يعني
ان انت تاخدها على نفسك ان ازاي يعني ايه حكم لا طور من نفسك شوف ايه اللي ناقصك اتعلم. فده اللي انا كلاتنبرج اعتقد هو بقاله فتره ما كانش موجود هنا بسبب كاس العالم فدلوقتي نتمنى عنده فرصه انه يشتغل على الارض. في ناس كتير على فكره وقفت عند فكره ان انا هظبط حال معوج او مايل ازاي اونلاين يعني في ناس وقفت عند الحته دي الفتره اللي فاتت. طيب قبل ما نطلع الفاصل بس عايزين يعني نتوجه طبعا بخالص تعزينا في وفاه والد الكابتن خالد العوضي طبعا يعني خالص العزاء وربنا يلهم الاسره الصبر والسلوان وان شاء الله تكون اخر الاحزان باذن الله. وطبعا ده بيان النادي الاهلي في تعزيه بقاء لله ربنا يرحمه ويصبر كابتن خالد طبعا. طيب احنا كلامنا اكيد معاك لم ينتهي بعد لسه عندنا تفاصيل قد كده عايزين نحكي معاك فيها بس خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. حديثنا لسه مستمر عن انتصارات النادي الاهلي وما هو يعني متبقي من مباريات ومتبقي كتير الصراحه على كل المستويات اتكلمنا وفي لسه تحديات وفي لسه منافسات احنا لسه في نص الطريق الاولاني لسه بدري جدا. كل ده هنناقشه مع الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي اللي منورنا. بونجور مره كمان صباح النصر صباح. مره كمان صباح النصر. ونخش في اللي جاي بقى ولا لسه طبعا. عايز اي نقاط نغطيها في ماتش القمه قبل ما نخش على البنك الاهلي؟ لا يعني احنا زي ما قلنا احنا غطينا تقريبا كل حاجه حتى بالظبط تبديلات زي ما كنت بتتكلموا على تبديلات هي التبديلات شويه الناس انتقدتها اللي هو اتس تو ليت ما انت ما عندك خمس تغييرات تستغل بس هو مدرسه هي دي مدرسه كولر بس لا هو ابتدى يعني تغيير الكهرباء لان الكهرباء شعر تقريبا بحاجه ومع الانذار وجاب جون عمل اللي عليه وخرجه بدري ونزل محمد شريف وتغيير مروان عطيه مهمه جدا وطاهر حتى طاهر عشان يرجع للمباريات بعد غيابه لفتره ومروان للامانه الشويه اللي لعبهم يعني لعيب كبير يعني هو صح. لو كمل على كده ان شاء الله هيبقى مكسب كبير جدا للنادي الاهلي والمنطقه دي في النادي الاهلي لان يعني فعلا النادي الاهلي محتاج حد في الحته دي عشان الروتيشن يبقى ما بين اللعيبه يبقوا كده اربعه هم مستويات قريبه جدا من بعض وده اللي احنا كنا محتاجينه لو تفتكر ايام موسيماني يعني بالزبط. موسيماني السكواد اللي كان عندنا رائع جدا واللي بيخش يخلص بيه والثلاثيه كانت بيه وغيره لكن انت كان عندك مشكله ان خلاص اللاعب بينهك بالزبط. فبيجي ممكن في مباراه هو اداؤه مش اروع عشان هو تعبان بالزبط. فانت ما عندكش البديل الامثل ليه اللي انت بتتمناه بنفس المستوى لكن دلوقتي كتير كان عندك اصابات وغيابات وغيره دلوقتي سمعنا على فكرة المفترض أو من المتوقع أن احنا نخوض في نفس التراك ده الفترة اللي جاية عندك نفس التلاحم المباريات طبعا. عندك فكرة توالي البطولات ويعني برضو وارد نرجع نبقى بنتكلم في نفس اللي كنا بنتكلم فيه وكأنه قدر النادي الأهلي هو طرف كل البطولات المتاحة فعلا هو ده قدرنا ولكن لازم يعني هو لازم نتعامل معاه يعني ما نقدرش ناخده كمبرر لأن جمهور النادي الأهلي في الاخر يقول لك طب انا مالي يعني انا مالي صعب لكن مع الدعم اللي دايما يعني الجمهور ساعات هو ممكن بطريقه دعمه للعيبه ويخلي ان انت ما تحسش بالكلام ده وحصلت كتير في تاريخ النادي الاهلي الحاجات دي بس زي ما قلنا يعني بنتكلم ماتش البنك يعني احنا النهارده الطبيعي ان احنا نقول لسه مثلا 3 4 ايام على اول ماتش تاني ليك في النكات بعد بكره انا عندي ماتش دوري بعد بكره وبعديه عندي كاس عالم انديه فلا الموضوع مرهق جدا وصعب جدا على اي مدرب يعني النهارده لو فعلا المدرب عايز يعني لو كولر عايز يقعد مثلا يصحح اخطاء ما لو النهارده عمل استشفاء مثلا للعيبه هو عنده بكره تمرينه ليله ماتش خلاص على فكره احنا كم مره اللي التقينا مع حضرتك فيهم بعد ما كولر انضم يعني ويقود الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بحسك دايما بتتكلم عنه بشيء من الاريحيه يعني انت مبسوط منه ده الانطباع اللي جاي لي لاي درجه الكلام ده مظبوط لا طبعا لان هو راجل منضبط راجل محترف جدا في شغله كسب الجماهير من اول ما نزل من الطياره لو احنا فاكرين لقطه المطار كمان طبعا لا يعني هو وكمان هو حتى عارف انت السويسريين المدربين السويسريين هم عندهم الحته بتاعت انا هو جاي وما يعرفنا يعني هو ما يعرفناش هو يعرف النادي الاهلي بس هو ما يعرفش اللعيبه فهو بيتعامل بمنطلق انت في التمرين يعني حتى في كذا مؤتمر يقول لك انا اللعيب في التمرين ظهر معايا كويس فلازم يلعب واضح جدا معانا يعني ما انا احب نوعيه المدربين والنادي الاهلي هو اللي هو فيه شفافيه وبيخاطر يا ايمن بيخاطر يعني وواثق في اللعيبه يعني انا النهارده لما بيتكلم بكل هدوء وشوف المؤتمرات الصحفيه حتى لما النادي الاهلي يعني يكون نتيجه مش افضل حاجه بيتكلم بهدوء ما بيغلطش بيطلع اللي جواه بيوصله للناس المعلومه بالشكل الامثل فالنهارده لا هو مدرب كويس لو كمل معانا وارد يبقى مشروع
مهم جدا. النادي الاهلي في حته، هي دي حته من الحاجات اللي مفتقدها طبعا الفتره الاخيره مع التوالي والضغط، وان انت ساعات المدرب ممكن في بعض الاوقات تحس ان في يعني الامور مش معاه افضل حاجه، فكل سنه تقريبا بنغير مدرب او كل فلا احنا محتاجين برضو، لان ده بيبقى مهم جدا للمنظومه يعني استقرار المهم. الجهاز يعني النهارده لجنه الكوره او اداره الكوره في النادي الاهلي لما تحس ان الجمهور واثق والجمهور والاعلام بتاعه واثق في الجهاز الفني فبيدعموه بشكل اكبر، فالمدرب بيشتغل باريحيه، فده بيخلي الامور هاديه، فده اللي احنا بنتمنى. احنا محتاجين دايما منظومه النادي الاهلي تكون هاديه، فلما المدرب بتاعك يكون منضبط يكون مركز يكون ما بيكبرش فاكيد ده هينعكس على اللعيبه هينعكس على الجمهور، فحتى لو في نتيجه مش جيده الناس تتقبلها، لان في الكوره احنا مش هنكسب ال 34 ماتش بتوع الدوري يعني والله الجماهير نفسها بس مش هيحصل عشان نبقى صادقين يعني. اكيد في حد اهلاوي ما دلوقتي بيقول لك ما نكسبهمش ليه؟ ما نكسبهمش ليه؟ يا ريت، بس صعب لازم هتقع. بس المهم زي فاكر لما كنا بنتكلم من ماتش سموحه كنا بنتكلم واحنا قلقانين الوقعه متضايقين ليه؟ لان الماتش ما كانش لطيف، لكن مثلا في ماتشات ثانيه ممكن لا قدر الله تتعادل تخسر، بس اقول لا يعني ما اقدرش اهد او ما اقدرش لا يعني في حاجه بس هو للامانه ودي كلمه حق لازم تتقال، جمهور النادي الاهلي من ضمن خصائصه المميزه ليه جدا انه منطقي بالظبط يعني فاهم ازاي؟ في جماهير تانية بتبقى بعيده شويه عن المنطق يعني ورؤيتها بالتالي مش ما ينفعش تبقى شايفه كده، لكن النادي الاهلي عارف امتى يعني جماهير النادي الاهلي عارفه امتى تفوت وعارفه امتى تعمل افاقه للعيبه يعني كويس يعني. لما بتلاقي اللعيب حتى الامانه اللعيبه نفسها ممكن في فتره بتزعل اكيد، مفيش حد لعيب طبيعي. لما يحس ان الجمهور زعلان منه طبعا. هيبقى مبسوط او بيمثل بس ضغط عليه بالظبط، فلا ده اخر فتره كمان في تحول اللعيبه نفسها طب بنسمعكم تمام، فبنعكس على ادائها بقى بشكل افضل بقى يروحوا تحيه الجمهور دي مهمه جدا. الجمهور اللقطه بتاعت قفشه والتيشيرت اللي حطها طبعا لازم دي مهمه جدا يعني بعيدا كمان عن اللقطه دي النهارده واحد زي محمد هاني زي ما بنقول كده في يعني محمد هاني في تراكم عدد مباريات ليه في مركزه جيد جدا، فالنهارده ابني عليه انت النهارده هاء محمد يعني خدت وقت انت بقالك كتير واحد من كباتن محمد هاني ده واحد من كباتن النادي الاهلي طبعا. فده بقاله سنين النهارده انت اللي جاي لو كمان كمل عليه ده في رصيدك انت بعد ما تبطل الكوره ده يفضل أكيد. في رصيدك فحاجه كويسه نفرح الجمهور النهارده مبسوط جدا محمد هاني ومستنيين منه افضل. حسين الشحات النهارده لما بيرجع في فتره كان مستواه مش افضل حاجه النهارده وجوده في الملعب بيعمل المساهمات بتاعته بشكل كويس الدفاع بتاعه كويس الهجوم بتاعه كويس ده حاجه تسعد النهارده لما الاقي اللعيب اللي بيلعب في الفرقه كويس وبيأدي بشكل كويس وبيجيب اهداف ملتزم في مركزه مستواه بيتطور الجمهور هيبقى صدقني حتى لو ما كسبش المباراه هو مش هيبقى زعلان منه والجمهور احنا عايزين نشوف اللعيبه بتاعتنا بتلعب كوره حلوه بالظبط كده فدي حاجه كويسه فنتمنى ان شاء الله الاستمراريه ومباراه زي ما اقول لك مباراه البنك الاهلي هي مهمه جدا يعني ايه بقى صعوبه لو اتكلمنا على الفنيات شويه صعوبة هذه المباراة بغض النظر عن ان احنا حظنا معاها مش افضل بس صعوبة المباراة دي بتكمن في بتتكلم في الدفاع بتتكلم في مثلا تقفيل الخطوط بتتكلم في ايه برضو كفنيات هنا انا كأهلي اقلق شوية او المفروض يعني طبعا اخلي بالي مش هيلعبوا ماتش مفتوح قوي زي أكيد. الزمالك الى حد رغم ان الزمالك ما كانتش يعني فاتح خطوطه قوي قدامنا عندك شوط اول مقفول ده احنا كنا مقفولين اصلا واحنا بنتفرج بس لا هم هيبقى في تركيز اكتر في الدفاع هيحاول يلعبك دايما على مرتدات دايما برضو انت بتقلق بعد النشوه بتاعه الانتصار دي قوي اللعيبه برضو لما بتخش لان خلي بالك انت بتفقد جهد بدني وذهني كبير في ماتش زي ماتش الزمالك فعشان تعمل ريكفري في يومين وتلحق ده برضو بيبقى مش حاجه سهله ده هيبقى دور كولر شويه بالظبط طبعا واللعيبه حتى اللعيبه نفسها اللي لسه يعني هنشوف خالد عبد الفتاح تاني ممكن نشوف مروان نشوف كريستو اللعيبه طاهر مثلا لسه راجع من اصابه فرصه ماتش زي ده يبتدي يرجع فيه فهنا دي المشكله طبعا ان الاهم زي ما قلنا كده التركيز ان تروح كاس عالم الانديه وانت ما فقدتش نقاط ليه؟ لان زي ما قلنا الفرق احنا بنتكلم طبعا عن المنافس بتاع التقليدي بتاع نادي الزمالك 8 بعيد شويه فتمام لكن برضو انت عندك فيوتشر 4 وفيوتشر بيلم نقط حلو قوي انا عندي سؤال يا ايمن هنا هل كولر هيعتمد على السكواد برضو الاساسي ولا ممكن بقى كماتش بنك الاهلي ابتدي ادخل شويه من الصفقات الجديده من اللعيبه بتاعتي يريح يعني اريح الاساسي هل انت شايف ان دي ممكن تبقى خطوه ذكيه يعني هيعملها بنسبه
اعتقد طبعا مش كل... ممكن يكون ده الافضل شويه. هي هتعتمد على الحاله برضو يعني، هو بيشوف حالات اللي يعمل روتيشن باريحيه في ماتش زي ماتش الزمالك. ده مهم يعمل باريحيه اكتر مع البنك الاهلي عشان كده مثلا. اكيد على المستوى الشخصي انا برضو احنا بنتكلم، احنا مش عايشين معاهم يعني، ما نعرفش ظروف اللعيبه التمرين، لكن طبعا كلنا شايفين حاسين علي معلول محتاج يريح. حمدي فتحي بعد المجهود بتاع الماتش اللي فات، مع ان هو لسه كان يعني كان في رجل ورمة وفي التهاب وكده، ممكن يكون محتاج يريح. فنشوف مروان عطيه من الاول، طاهر محمد طاهر مثلا بقاله فتره غايب، وهو كان من اللعيبه الاساسيين مع كولر. ممكن النهارده مثلا احمد عبد القادر، بانه بقاله فتره بياخد الماتشات كلها، فيبدل ده احمد عبد القادر بطاهر مثلا. ممكن نشوف شريف من البدايه لو كهربا كان خرج مصاب مثلا يعني. انا بشوف ان دي هتبقى برضه ممكن حلوة أو يعني سيناريو حلو. هنلاقي اربع تغييرات مثلا. متولي اكيد هيرجع مثلا في مركز المساك، لانه خلاص يعني الايقاف انتهى. وممكن نشوف خالد بقى في الباك اليمين، وهاني يريح مثلا. هي هيبقى روتيشن ما يبدوش ان انت بتدخل لعيبه جديده، يعني هي لعيبه اوريدي رجليها موجوده في الملعب. ده على صعيد النادي الاهلي يعني. في المقابل بقى، انت ايه الحاجات اللي ممكن تبقى بتقلقك من ماتش للاهلي مع البنك الاهلي؟ يعني ايه عناصر القوه في رايك للبنك الاهلي؟ لا، البنك الاهلي فريق يعني ممكن نتائجه كاجمالا هذا السيزون مش افضل حاجه يعني. اعتقد هم في منتصف الجدول، او كان قبل المباراه بتاعت الاتحاد السكندري وهم كان مثلا ماتش الاتحاد السكندري 2-0 والدنيا ماشيه، حد ما الاتحاد السكندري رجع في المباراه. لكن هم يعني ناصر منسي لعيب مميز جدا، لو بنتكلم في مهاجم في المرتدات في الكور العرضيه، بيلعب براسه بشكل مميز. لعيب زي محمد هلال لعيب مميز جدا، كريم بامبو لما بينزل يشارك عنده المنظومه الدفاعيه بتاعته في ماتشات زي الاهلي والزمالك يعني. حتى هم لو بنتكلم لعبوا الزمالك كانوا واقفين على رجليهم لحد اخر ثانيه، لحد ما الزمالك كسب بكره عرضيه. فهم في الماتشات دايما كل الفرق بتيجي مع الاهلي والزمالك وتحجر. ما هي يعني حتى لو الفريق، انا مش بتكلم على البنك الاهلي، انا بتكلم في المطلق طبعًا. يعني حتى لو فريق متواضع الامكانيات بس يتعامل قدام الاهلي والزمالك، لان ده الماتش هم بالنسبه للعيبه، ده الماتش اللي انا بتشاف فيه طبعًا. اللي الناس كلها بتتابعني، فرصه بسوق نفسي، فبيبقوا في كامل تركيزهم بالعقل يعني. ده لو هم في الماتشات الثانيه بنفس تركيزهم ده، حالهم هيبقى افضل بكتير. كانوا بينافسوا بالظبط يعني. بس النهارده البنك الاهلي انت محتاج ان انت يعني زي في ماتشات كده لما بتجيب فيها جون في الاول او اتنين الدنيا بتفتح. زي امبارح بالظبط. فاحنا البنك الاهلي في مباراه اعتقد كنا راجعين من مش تقريبا كنا راجعين من كايزر تشيفز لما خدنا دوري ابطال افريقيا، بس طبعا وقتها برده كان في ظروف ان كان في ست لعيبه من النادي الاهلي في الاولمبياد، وكنا كسبانين 1-0 والامور ماشيه طيبه وهاديه، هم فجاه كره عرضيه جون. يعني عارف انت كده، فهي دي الحاجات اللي تقلقك. فلا ان شاء الله الماتش هيبقى في استاد القاهره. استاد احنا بنتفائل بالاستاد ده، وكولر كمان اتكلم عنه بصراحه، استاد جميل. استاد جميل يعني دلوقتي طبعا بيستهلك تلعب عليه ماتشات كتير، لكن هو استاد ممتع. فلا ان شاء الله الطريقه نفسها واللعيبه تخش، هي اللعيبه طول ما هي هتركز عايزين نريح نفسنا، بتخلص تريح نفسك، هي دي يعني دي اهم حاجه. ريح نفسك وريح جمهورك بالظبط اللي قاعد بيفرق في المدرجات. انا بص، هي اللقطه كلها، انت لازم تروح كاس العالم للانديه وانت مش شايل هم اللي هيحصل في الماتشات هنا، لان اللي هيحصل في الماتشات هنا انت عارف فيه، انت طبيعي الاهلي هتاجل له على الاقل 4 ماتشات. بص احنا رايحين الحمد لله بالسيناريو الافضل لينا، يعني هو ده السيناريو اللي احنا كنا نتمنى من بدايه الموسم يتحقق قبل كاس العالم للانديه. فكمان ان شاء الله نشوف هنا يعني، واحنا في المغرب هيبقى عينينا عندنا عين هنا بنبص ايه اللي بيحصل. يوسف عبلت هنا الحاجات دي، فنتمنى ان النتائج هنا تساعدنا. ليه؟ لان اللي كان بيحصل السنتين اللي فاتوا ان بيجي يزنقك بعد ما ترجع وانت مكمل في افريقيا، وبعد ترجع كاس العالم للانديه يبتدي يزنقك ويضغطك ويلعب بالظبط. كان ناقص يلعبونا كل يوم ماتش، فهترجع. فالجميل ان انت لما ترجع بقى وتلعب افريقيا، الزمالك برضو ما هو هيلعب معاك في افريقيا، فهيبقى نفس الضغطه، فتبقى انت فارق. طول ما انت فارق انت هتبقى مريح، تقدر الامور تبقى ان شاء الله افضل حاجه، الدنيا تمشي زي ما احنا مخططين لها كده باذن الله. واحنا قاعدين نورتنا يا ايمن كالعاده بجد والله، قراءه جميله. نشوفك على خير باذن الله. بشكرك على دايما كده تبقى حلقاتنا فيها حبيبي. تاني يوم انتصار، تاني يوم يا رب دايما يا رب دايما قاعدين منتصرين دايما يا رب ان شاء الله. طيب احنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان ثالث واخر او ثاني فقراتنا في حلقتنا النهارده، وهي فقره طبيه مسجله ان شاء الله تستمتعوا من خلالها بحوار حول موضوع يهم كتير جدا منكم.